ازيكم جميعا؟ شكرا ليك محمد جدا بصراحة على المجهود اللي انت عامله، وشكرا على دعوتي عشان المحاضرة دي. المحاضرة النهاردة طويلة، فكل واحد كده يجهز نفسه بقى، يجيب شاي، يجيب قهوة، يقعد مرحرح كده ونركز في المحاضرة. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن الـ treatment of DDH، ودي من الحاجات اللي كتير في الامتحان مهمة نكتب فيها، وفي البراكتس كمان مهم جدا ان احنا نبقى عارفين البرنسبلز، حتى لو ما بنشتغلش دي دي اتش، بس مهم قوي ان احنا نقدر ندي العيان انفورميشن صح. ودايما على مستوى الناس اللي بتشتغل جنرال مثلا، انت ممكن تعرف كل حاجة، مش معنى كده انك تشتغل كل حاجة، انت هتشتغل اللي يو ار وات يو ار ماسترينج، لكن مهم جدا انك تدي انفورميشن صح للعيان، لان اسوء حاجه في الدنيا ان العيان ياخد من فلان راي وياخد من فلان راي. احنا ممكن نبقى متقاربين في الاراء، ستيب في عمليه بنتكلم فيها، لكن ما ينفعش راي وعكسه. الاكستريمز دي تلخبط العيان والعيان يبقى معذور. وما هو ده الكلام ده بيقوله دكتور والكلام ده بيقوله دكتور. فمهم قوي ان احنا نبقى عارفين البرنسبلز وفاهمين عشان نقدر ندي انفورميشن صح للعيان لما العيان يسألنا. Treatment of DDH. ايه natural history لاي استابل ديسبليزيا؟ واحنا قلنا DDH spectrum زي ما قلنا المره اللي فاتت، ما بين استابل ديسبليزيا بس لسبلكسيشن لديسلوكيشن، والديسلوكيشن يا فيكسد يا ريديوسبل، او اورتولاني نيجاتيف اورتولاني بوزيتيف. فاحنا دلوقتي لو ما عندناش، ما شخصناش خلاص، او شخصنا العيان ان عنده استابل ديسبليزيا مثلا ات نيونيتال بيريود، ايه الناتشورال هيستوري؟ ممكن يحصل له سبونتينيوس ريدكشن اند ديفلوبمنت، ممكن يحصل له ريدكشن او يبقى ريديوس بس الاستابلر ديسبليزيا بيرزيست، او ممكن يفضل عنده سبلكسيشن، او ممكن يبقى عنده ايه بيرزيستنت ديسلوكيشن. بس اخطر حاجه هي سبلكسيشن، بمعنى لو العيان عنده ريديوسد هيب بس ديسبلاستيك مفيش مشكله، فولي ديسلوكيتد هيب ممكن الهيب ده يعيش لعمر طويل بدون بين وبدون ارثرايتس. لكن اسوأ حاجه في الدنيا هي السبلكسيشن، ان يبقى في سبلكسيشن. This is a very important predictor for development of osteoarthritis. حاجه ثانيه، وجود سبلكسيشن بيمنع الديفلوبمنت، يعني حتى لو طفل صغير ممكن الاستابلم بتاعه ده يحصل له جراف، وجود سبلكسيشن بيمنع this graph لانه بيعمل shearing stresses على الليبرم، وزي ما قلنا الليبرم ده is the growth center، فلما يحصل shearing stresses على الليبرم يحصل arrest and inhibition of growth of the stabilum rather than stimulation. عشان كده قلنا المره اللي فاتت في المحاضره بتاعت الباثولوجي، the most important stimulus for growth of the stabilum is a concentrically reduced hip، ما قلناش subluxated او partially reduced hip، عشان ما يبقاش فيه shearing stresses على الليبرم، فالهيب تبقى concentrically reduced ويحصل ايه؟ the normal growth of the stabilum and the normal function of the labrum. برضو قلنا ان 12% من الناس اللي عندهم unstable hips اللي هي عندهم bullous positive، يعني الهيب بقدر اخلعه، بيفضل بيحصل لهم ايه persist it will develop persistent location، و 88% في خلال اول شهرين بيتحسنوا. وعشان نسبه ال 12% دي، فبالتالي in the neonatal period اي unstable hip معنى يا dislocated يا subluxable hip بقدر اخلعه positive bullous، الاثنين هنعملهم كانهم ديسلوكيشن ومحتاجين انترفنشن. خلاص القصه بتاعت الالتراسونوجرافي بتاع للناس اللي هم عملنا لهم سكريننج خلاص ولقينا عندهم ديسبليزيا او خلافه هنعالجهم، لكن احنا بنتكلم كلينيكالي اي انستيبل هيب سواء ديسلوكيتد او ديسلوكاتبل يعني بوزيتيف بارلو، ده انديكيشن اوف تريتمنت، لانه لو اتساب البارلو تيست بوزيتيف كيسز دي لو اتسابت
هيبقى في 12% منهم will develop persistent dislocation، فعشان ال 12% دول لازم نعالج ال 100%. The aim of treatment. ايه ال aim of treatment of DDH؟ عندك عيان عنده dislocation، عنده subluxation، عنده acetabular dysplasia. ايه هي ال aim؟ To obtain a concentric reduction. قلنا concentric reduction، مش partial reduction، مش incomplete reduction. If you do, if you did an incomplete reduction, you did nothing. This acetabulum will not develop and will not mature and will not improve. We have to obtain a concentric reduction as early as possible. And to maintain this reduction, okay, for the achievement of normal development of the proximal femur and the acetabulum. أنا دلوقتي لو عملت reduction أنا ما غيرتش أي anatomy، لكن وجود الكونسنتريك ريدكشن ده مع النورمال ماسل بالانسينج مع عند جروث this femur will stimulate the normal growth of the acetabulum and the acetabulum will stimulate the normal growth of the femur. وكل ما كان الطفل اصغر and the younger the age the more the potential for the acetabulum and femoral head to remodel and develop. ليه؟ لان في long time for development. خد بالك ان اسرع development بيحصل تقريبا في خلال اول 3 سنين of life، واسرع development تاني و growth هيحصل at maturity. والdevelopment الاولاني بتاع 3 سنين لو انا عملت reduction هيزود لي ال development and the growth of the acetabulum، والdevelopment الاخراني اللي بيحصل at maturity ممكن بعد ما كان الهيب كويس يبدأ يدخل في acetabular dysplasia تاني. افتكروا الجملة دي. التريتمنت عشان نفهمه هنقسمه according to the age of the presentation and the age of diagnosis. Treatment of DDH أقل من 6 months of life. طفل أو neonate أو sorry infant أقل من 6 شهور من العمر. ومن 6 شهور ل 18 شهر اللي هي تقريبا ممكن تقول عليها pre-walking أو to the early walking، وأكثر من 18 شهر اللي هي after walking. اللي أقل من 6 شهور ممكن نعالجه بهارنس أو brace زي ما هنتكلم. اللي أكتر من 18 شهر اللي هو الwalking age ده لازم open reduction وهنتكلم عليه بالتفصيل وهنعمل إيه. اللي تبقى عندنا المشكلة ما بين 6 شهور و 18 شهر عندنا اختيارين، يا يعني نعمل open reduction يا إما نعمل closed reduction. أوكي هنختار أنهي وليه the pros and cons of every type ده اللي هنتكلم عليه. نبدأ الأول باللي قبل 6 شهور اللي هي إيه؟ من ساعة الولادة لحد 6 شهور، سواء العيان ده أورتولاني بوزيتيف أورتولاني نيجاتيف أو بارلوس بوزيتيف يعني سبلكساتوري. ويندرج تحت العلاج في العيانين دول اللي هم reduced hip وكل حاجة بس فيها acetabular dysplasia، ولو شخصناها بعد سن 3 شهرين أو 6 أسابيع من العمر لو لسه موجودة، لأن احنا قلنا بعد شهرين المفروض 88% متحسنه. لو حد لسه ما تحسنش بالدرجة الكافية بعد سن شهر ونص أو شهرين يبقى في الحالة دي محتاجين نحطه أو نعالجه to achieve development of the acetabulum. البافليك أشهر method بتستعمل في العلاج، عشان كده ما اسمهاش بافليك هارنس، هي اسمها بافليك method. عشان البافليك method دي أنا ممكن أحققها بكذا طريقة، ممكن ألبس braces تانية غير البافليك بس بيشتغل بنفس الميكانيزم of the بافليك، عشان كده اسمها بافليك method. إيه البافليك method؟ احنا الهيب عندنا dislocated ومع الفليكشن it reduce it displaces posteriorly. اوكي ثانك يو. وفي نفس الوقت في limited abduction، وفي نفس الوقت من الحاجات اللي عامله dislocation ومنع reduction shortening of the hamstrings. فانا عايز اعمل ايه؟ عايز احط العيان في بريس اعمل فليكشن للني تو ريلاكس ذا هامسترينجز واقدر اتشيف ابدكشن تو ريديوس ذا هيب
واعمل فليكشن ماشي. فايه اللي يحمل لي ده؟ بريس، لازم احط بريس ماشي. البافليك ميزته انه هيسمح بالحركه، بيسمح بموفمنت ابدكشن وادكشن وفليكشن واكستنشن، بيسمح بموفمنت، بس انا بعمل ليميتيشن اوف ذيس موفمنت، بعمل ليميتيشن اوف ادكشن، ليميتيشن اوف اكستنشن، خلاص عشان امينتين تو مينتين ذيس هيب ان ايه in position. يبقى it prevent extension and adduction، وبنستعمله زي ما قلنا في الديسبليزيا والسبلاكسيشن والديسلوكيشن. طب ازاي هستعمله في الديسلوكيشن؟ عندي عيان ارتولاني نيجاتيف مش راضي يرجع، ازاي هيستعمله؟ The public harness could be used to induce reduction. هي الفكره ان هو لازم يبقى reduce واحط البابليك هارنس؟ لا، ده انا ممكن احطه على dislocated hip وهو يعمل لي reduction. اوكي، effective اقل من 6 شهور بس. حكايه ان احنا نلبس دبل او تريبل دايبر، الحقيقه مفيش اي بيبر بتقول انها effective. عندنا كذا نوع من السبلنتس، عندنا الفون روزن سبلنت، على طول انتوا هتعرفوا ايه الفرق بين دي وما بين البابليك. دي فيكسد بوزيشن، كاني عامل كاست ما فيهاش موفمنت. في تيوبينجن بريس، اوكي، بيبقى شبه البابليك، بيسمح بشويه حركه، بيستعمل كتير وخصوصا في بعض الدول العربيه. لكن الكلاسيك واللي ما زال اون ذا توب في المانجمنت اوف non-invasive أو non-surgical management of DDH هو الـ public harness. الـ public harness لازم نبقى فاهمين إحنا بنحط إيه وهدفنا إيه. أولاً هو ليه strap. الـ strap ده ما ينفعش يبقى على البطن. ماشي، بشوف عيانين حاطينه على البطن أو الدكتور حاطه لهم على البطن. No، هو لازم يبقى at the level of the nipple line. ماشي، عشان يديني control for the lower limb. كل ما بينزل تحت كل ما يبقاش ليه كنترول على اللور لين، كل ما طلع فوق كل ما الكنترول احسن. الحاجه الثانيه في anterior strap و posterior strap. خد بالك ان كل الكنترول بتاع التنشن at the level of the knee مش على الفوت، عشان كده في فوت بيس وفي strap هنا، وكل التنشن بيبقى from the proximal tibial point. في strap anterior medial وفي لاترال. الانتيريور ده الميديال ده هيبقى انتيريور، واللاترال هيبقى ايه؟ بوستيريور. والاتاتشمنت اوف ذيس ستراب لازم يبقى فين هنا؟ انتيريور اكزيلري لاين، مش هنا، مش انتيريور. خلاص؟ فلازم يبقى ذا انتيريور اكزيلري لاين عشان يعمل لي ابدكشن، لانه لو انتيريور بس هيعمل لي ابدكشن مع الفليكشن. والبوستيريور ستراب عشان يعمل لي ابدكشن، وهنا ده هيعمل لي ايه؟ سوري، الانتيريور هيعمل لي ايه؟ الفليكشن، ومع الفليكشن كمان هيعمل لي ابدكشن. يبقى الاثنين هيعملوا لي فليكشن مع ابدكشن، والانتيريور سلاب هيعمل لي بريفنشن اوف اكستنشن، والبوستيريور سلاب هيعمل لي بريفنشن، البوستيريور ستراب هيعمل لي بريفنشن اوف ادكشن، لان انا لا عايز ادكشن ولا عايز ايه؟ اكستنشن. دي البافليك اللي بتستعمل في مصر، دايما بيحطوا هنا الكليبس بتاعه الاسترابس انتيرور قوي، فما بتنفعش، فانا بحطها على الانتيرور اكزيلري لاين وعلقها على البروكسيمال ستراب بتاع البافليك هارنس نفسه، عشان اقدر فعلا اعمل فليكشن مع ابدكشن. صح، حاليا ريسنتلي في طريقنا اهو ان هم يصلحوها وتبقى بشكل كويس، وغيروا مكان الكلبسات دي وحطوها انترو فيري لاترال شويه، وبقت ات ذا ليفل اوف ذا انتيريور اكزيلري لاين عشان تدينا افكتيف بوزيشننج اوف ذا هيب جوينت. طيب انا قلت لكم ان احنا هنعمل البافليك ده وممكن يندوس ريدكشن، فلما يكون ديسلوكيتد هيب انت مش بترجعه وتحط البافليك. نو no. انت بتحط البافليك وتسيبه، امال ازاي هيرجع؟ دايما بتنبه على الاهل انهم يسيبوا الطفل نايم اغلب الوقت، سوباين بوزيشن، سوباين بوزيشن، وتقول لهم الاتي: الولد هيبقى نايم ويحصل ابداكشن في الهيب،
مره 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 ابدكشن ابدكشن، لان هو ما بيعملش ابدكشن خالص، البافليك مانع الادكشن. ففي مره في مره في مره في مره تلاقي حصل استريتش للادكتور وبتاع، تلاقي الهيب تك راح بقى ريديوست، هتلاقي الطفل ده نايم وريلاكسد، وفجاه مع ريلاكسيشن ده يحصل ريدكشن، يصحى يعيط. عشان كده تنبه عليهم انه هيصحى يعيط، هيتفزز وهو نايم. ماشي، عارفين معنى هيتفزز؟ يعني يتخض وهو نايم ويصحى، كل ما الهيب يحاول يرجع، لحد ما مرة من المرات هيرجع، وشوية شوية يبدأ في البوزيشن ده، وشوية شوية نبدأ يحصل development of the growth of the stabilum and the femoral head, and the hip will develop in its normal way. طيب كده عشان to induce reduction. مش هنستعمله امتى يا جماعة؟ contra indicated في الحالات اللي فيها muscle imbalance او ligamentous laxity او joint stiffness زي الارثروغريبوزس وزي الميلومينجوفيل والحاجات دي والباراليتيك بروبلم. ما ينفعش تقول لي احنا هنلبسه بافليك، ما ينفعش حد عنده سيفير ديفورميتيز في اللور ليمب وانت عايز تلبسه بافليك، مش هينفع تلبسه بافليك. طيب حطينا البافليك تو انديوس ريدكشن في عيان عنده كومبليت ديسلوكيشن، طيب هنفضل حاطينه لمده قد ايه؟ عشان تو انديوس ريدكشن قدامك اقصى حاجه 3 اسابيع، يعني لما تقول شهر انت كده زودت جدا. بمعنى لو انت لبست العيان البافليك وما حصلش ريدكشن لحد 3 اسابيع، بطل البافليك، لان الابدكشن ده وفيلير اوف ريدكشن هيعمل ديفورميتي في الفامول هيد، وممكن يعمل افاسكولار نيكروز، وممكن يعمل مشاكل كبيره جدا. يبقى الافضل if the public fail to induce reduction within 2 to 3 weeks, stop the public. والبافليك failed. ماشي، لاني لو سبناها زياده هتعمل لي حاجه اسمها بافليك هارنس ديزيز، هيعمل damage of the femoral head and injury of the acetabular cartilage, and this may impair further growth of the acetabulum. لأنك معلق الهيد على الاستابلم، على الايدج اوف ذا استابلم، عامل كراشنج للليبرم، والهيد مش نافع انها تبقى ريديوست، فانت بتبوظ الفيمورال هيد وبتبوظ الليبرم، وممكن and this may impair further growth of the stem. يبقى البافليك تو انديوس ريدكشن هنجربه من اسبوعين الى 3، اكتر من كده مش هينفع، هنوقف. طب الفيلير ريت للبافليك اعلى امتى؟ لما يكون عندي استابلر ديسبليزيا بس والهيد ريديوست، سكسس ريت هايل هايل. لكن لو انا عندي ديسلوكاتبل هيب بارلوس، سكسس ريت رائعه، لان الهيد هتبقى ريديوسبل فريديوست. المشكله عندي كلها في الديسلوكيتد هيب. لو عندي اورتولاني بوزيتيف، السكسس ريت اعلى من الاورتولاني نيجاتيف اللي هو مش راضي يرجع خالص during examination. يبقى the high failure rate in completely dislocated hip. ماشي، ومش بس كده، ده لقينا حتى او الستاديز في الليتريتشر بتقول لو احنا استعملنا البافليك and it fail to induce reduction، وعملت بعد كده open reduction او closed reduction، the instance of proximal femoral growth disturbances اعلى. واخد بالك؟ فهل ده بيشير ان النتيجه دي نتيجه الاستعمال البافليك في العيان ده، ولا اصلا العيان ده a severe case؟ اوكي، وعشان ما استجابش للبافليك ده معناه انه سيفير قوي، وبالتالي برضه وارد ان يحصل منه مشاكل في الاوبن ريدكشن. لسه الكلام ده ما حدش قادر يوصل. يبقى التريتمنت فيلير في البافليك هارنس، اذا بدانا التريتمنت بعد سن 3 شهور او 4 شهور، فدايما يفضل ان البافليك يبقى يستعمل بدري قوي. الفيلير ريت في الميلز اكتر من الفيميلز. كل في البايلاترال كيسز الفيلير ريت اعلى من اليونيلاترال كيسز.
اوكي، لما الاقي الالفا انجل اقل من 47 ده بيبقى عندي فيلير ريت اعلى، لكن لما الاقي الالفا انجل اعلى من 47 او اعلى من 50 بعرف ان في higher rate of success of the public harness. ال 60% بيبقى الفيلير ريت اعلى في ايه، او موجود في dislocated non reducible hip اللي هي قلنا عليه الاورتولاني نيجاتيف، و40% في reduced dislocatable hip اوكي اللي هي اورتولاني بوزيتيف. في حاجه اسمها femoral nerve palsy، ده بيحصل في حوالي 70% كل ما كان ال severity of dislocation اعلى. وهي بيقولوا من الفلكشن، في ناس بتداوت جدا موضوع ان في اصلا femoral nerve palsy، وان البوزيشن ده اللي هو في الفلكشن او فلكشن اكتر من 90 درجه ده بيخلي الطفل مش عارف يحرك الهيب بتاعه كويس، فبتترجم انها femoral nerve palsy. عموما يعني العيان ما بيقدرش يعمل knee extension مع الفلكشن بوزيشن ده، ولو لاحظت كده يبقى لازم تفك البابليك هارنس وتسيب العيان اسبوع ولا حاجه لحد ما يريكفر الفول knee extension، وبعد كده تلبسه البابليك تاني. وده بيحصل اكتر كل ما كان العيان وزنه اكتر وكل ما كان البي ام اي بتاعه اعلى. كده يبقى خلصنا البافليك هارنس. البافليك هارنس يبقى البافليك هارنس استعماله محله من الاعراب في اول 6 شهور من العمر. بعد ال6 شهور الاولانيين من العمر خلاص ما بقاش ليه مكان. كل ما كان استعملناه بدري كل ما استعمل كان نتيجته احسن، كل ما كان الهيب ريديوسبل كل ما كان نتيجته احسن. لو ما نفعش يعمل ريدكشن في خلال اول اسبوعين ثلاثه يبقى هوقفه مش هستعمله. البوزيشن بتاعه فليكشن اوف ذا هيب اكتر من 90 وابدكشن اوف ذا هيب اكتر من 60 ديجريز. طيب من سنتين، من 6 شهور لسنتين اللي هي عيان جاي لك 7 شهور هتعمل له ايه؟ سنة هتعمل له ايه؟ سنة وثمان شهور او سنتين اللي هو لسه يا دوبك ماشي ولسه ما حصلش البروكسيمال ميجن جامد قوي في الفيمورال هيد، ده هتعمل له ايه؟ خلاص يا اما حاجة من اتنين، يا هنعمل له كلوزد ريدكشن يا هنعمل له اوبن ريدكشن. هنبدأ بالاول بالكلوزد ريدكشن. ايه الفكره من الكلوزد ريدكشن؟ ليه ما اعملش على طول اوبن ريدكشن؟ عشان ما ادخلش عين عمليه. بالمنطق انا عايز اعمل less invasive intervention to reduce this hip. زي كده لما حد يقول لك البافليك هارنس ليه بنستعملها؟ ما نعمل عمليه. لا يا سيدي، البافليك هارنس دي نون انفيزيف ماشي وبتدينا نتائج كويسه جدا جدا. خلاص ما دام السكسس ريت بتاعها عالي قوي يبقى ملوش معنى ان نعمل more invasive intervention. يبقى ال closed reduction the theme behind closed reduction to minimize the surgical intervention ولو morbidity to for the patient. العيان ما فيهوش جرح، ما فيهوش دخول عمليات، ما فيهوش ما فيهوش. طيب عايزين نركز من دلوقتي في معنى ده والهدف ده ونشوف هل الكلوزد ريدكشن بيحقق هذا الهدف بيهايت ولا لا. عايزين نفهم حاجه، ايه هو معنى الكلوزد ريدكشن؟ لان ناس كتيره جدا فاهمه الكلوزد ريدكشن اوبا هنعمل ابدكشن بس طقت اهي اوبا رجعت الحمد لله على السلامه جبس. اوكي اعمل اكس راي رجع بنسبه كويسه. This is not closed reduction. ده تهريج ريدكشن. ده مش كلوزد ريدكشن خالص. اوكي. للاسف ده بيحصل. يبقى الكلوزد ريدكشن عباره عن ايه؟ لو انا قررت هعمل عيان كلوزد ريدكشن. وخدوا بالكم انا هدخل العيان في الكلوزد ريدكشن ده كام مره اندر انفيزيا؟ لان انا اصلا الهدف من الكلوزد ريدكشن نقلل ذا انفيتيك ريت انه يدخل اوضه عمليات. اول حاجه لازم افحص العيان اندر انافيزيا عشان اعرف الهيد ريديوسيبل ولا لا، لاني مع ريلاكسيشن اوف ذا
patient and relaxation of the muscle. لو انا مش عارف ارجع الهيد يبقى مش هينفع اعمل كلوز ريدكشن. لازم اعمل خلاص ارثروجرام to assess reduction. اوكي. الحقيقه فاكرين في المحاضره بتاعت الباثولوجي لما قلنا في حاجه اسمها نيو ليمبس، والنيو ليمبس ده ممكن يخدعك انك عامل reduction، بس انت كل الموضوع ان the head is glided on this edge of the acetabulum او this new limbus، فانت ممكن تحس كلانك او تحس كليك بس حقيقي the head didn't go in، the head is still outside، the head is not reduced، it is dislocated. فمش معنى السنسيشن بتاعك ده ان ال head دي reduced. عشان ابين لكم يعني ايه ارثروجرافي، بص على العيان ده، ده كان عيان عندنا باين قوي في الناحيه الشمال ديسلوكيتد واضحه قوي، وفي هنا سودو استابلم اهو جميل والهيد ارتكيوليتنج معاه. الناحيه الشمال دي محيره قوي، بص الاستابلم شكله كبير كده، طب الهيد دي ريديوست ولا مش ريديوست ولا ريديوسابل ولا ايه بالظبط؟ بص على الفيديو ده، شايف الهيد؟ الارثروجرافي بيرسم لك الشكل الحقيقي للهيد. شوف احنا هنا شايفين بس الاوسيفيك نيوكليس، بص الناحيه دي انا شايف الفيمورال هيد بالحجم الطبيعي والشكل الطبيعي بتاعها، شايف عامله ازاي، وشايف وقادر احدد انها بتخرج من مكانها وبتريدوس. بص كده ريديوس، اول ما بتخرج مكانها بيحصل ميديال بولينج اوف ذا داي، ماشي، فيبقى صحيح الهيد هنا وباينه انها جوه الاستابلم لان الاستابلم مفتوح خالص وواسع كده، لكن هي ديسلوكيتد، هي مش ريديوسد. ها ريديوسابل، خلاص ريديوسابل اهي بترجع، لكن هي اصلا سيتد اوتسايد ذا استابلم اوتسايد ذا بوزيشن اوف كونسنتريك ريدكشن، لان ذا استابلم از فيري وايد ودي جواه كانها واندرنج هيد، هيد بتتحرك جوه الاستابلم دي. بس عشان تعرف ان الارثروجرافي يقدر يديك داتا ويعرفك بنعمل ايه، ويبين لك شكل الهيد حقيقي ويبين لك شكل الاستابلم حقيقي وانت مرجع الهيد ولا لا. ولو رجعت الهيد بس في ميديال بولينج اوف ذا داي، تعرف انك مش مرجع الهيد وفي اوبستكل منع الريدكشن، قد تكون لارج ليجامنت انتيريس مثلا مانع الريدكشن وانت حاسس كليك وكل حاجه، بس هي الهيد از نوت ديبلي سيتد and concentrically reduced inside the acetabulum. Okay؟ فدي نقطة مهمة جدا. دايما نرجع للبيزكس. احنا قلنا الايم concentric reduction of the femoral head، مش أي reduction of the femoral head. يبقى عشان أعمل تكنيك صحيح للclosed reduction، examination under anesthesia، الارثروجرام to assess reduction. إذا كان الابدكشن ليميتد في العيان ده أقل من 60، فاكرين 60 ده البوزيشن بتاع البافلك، مش قادر أجيب 60 أو برجعها بصعوبة قوي بس ما فيش ابدكشن رينج، ممكن نكومباين ده مع ادكتور تينوتومي. لو عملنا ادكتور تينوتومي بس مع كلوزد ريدكشن، it is still considered closed reduction مش open reduction، still in the era of closed reduction. خلاص. واهم نقطه، النقطه دي اللي هي انشور نوت ليس ذان بيرفكت ريدكشن، ما فيش حاجه اسمها يعني معقوله لا اتحسنت عن قبل العمليه، مفيش حاجه اسمها كده. يعني either you do perfect reduction or you did nothing، ما فيش حاجه اسمها احنا راجعه يعني جميله حلوه، لا ما جميل. السبلكسيشن اسوا من لو سبتها dislocated. المفروض بعد ما عملنا ريدكشن وجبسنا العيان هنعمل اكس راي. الحقيقه الاكس راي مش انفورماتيف، لان ممكن تبقى الهيد سبلاكسد بوستيريور، فمش انفورماتيف خالص في الحالات بتاعت الكلوزد ريدكشن. عشان كده بعد الاوبن ريدكشن كل السنترز المحترمه اللي بتشتغل اوبن ريدكشن في العالم بيعمل بوست ريدكشن ام ار اي. ام ار اي لازم، هي دي اللي هتديني، هي دي اللي هتبين لي الكارتلج. انا صعب قوي والعيان ريديوست اقدر اعمل له ارثروجرافي، لان الارثروجرافي دايناميك اكزامينيشن لحد كبير. طيب بعد ما عملنا نجحنا والهيد ريديوست والام ار اي قالت ان الهيد كويسه قوي، هغير الجبس ده بعد 6 اسابيع. ماشي، 6 اسابيع دي يعني اندر جنرال انستيزيا، يعني هدخله انستيزيا تاني وممكن اريبيت الارثروجرافي تاني.
وهخلي العيان ده فترة كاملة في الجبس مش أقل من 6 شهور، سوري من 3 شهور. خلاص، وبعد ال3 شهور هفك الجبس وافحصه، اذا لسه الهيب لاكس مش ستيبل قوي ماشي هجبسه تاني لمده من 3 الى 4 شهور. يبقى في الكلوزد ريدكشن الصح عملنا ايه؟ دخلناه مره عمل عمليات، عملنا ارثروجرافي، عملنا ريدكشن، ممكن نزود عليها ادكتور تناتومي، بعد كده خرجناه متجبس، عملنا له ام ار اي لو اطمننا ان الدنيا كويسه، 3 شهور في الجبس، بعد كده هفك وقد احتاج تاني كاستنج لمده 3 شهور الى 6 شهور الى 4 شهور. يعني العيان تقريبا هيقعد حوالي من 3 الى 6 شهور ان كاست. ده الاوبن ريدكشن الصح. سوري الكلوزد ريدكشن الصح. ف عندنا هاي ريت اوف اوبريتيف مانجمنت اوف الناس اللي بتعمل لهم كلوز ريدكشن. بقى انت هنا معتمد على ايه؟ معتمد على الناتشرال هيستوري اوف ديفلوبمنت اوف ذا استابلم، انك رجعت الفيمورال هيد جوه الاستابلم بشكل صح، فيحصل كونتينوس ديفلوبمنت اوف ذا استابلم. ده هيفضل يستمر لحد قد ايه؟ تقريبا لحد 5 6 سنين. ولو فضل للعيان بعد 5 6 سنين لسه عنده استابلر ديسبليزيا، معنى كده ان العيان ده غالبا هيحتاج عمليه. العيانين اللي بيتعمل لهم كلوز ريدكشن عندهم very high incidence of management of residual استابلر ديسبليزيا after كلوز ريدكشن. يعني احنا دخلنا العيان under anesthesia وغيرنا له الجبس، ممكن نغيره under anesthesia ولونج تايم اوف كاستنج، وفي الاخر جاي تقول لي ده هيفضل عنده استابلر ديسبليزي واحتمال يحتاج عمليه. طب فين هنا to decrease the morbidity وto decrease the anesthesia rate for these cats؟ طيب ازاي نزود السكسس ريت بتاع الكلوزد ريدكشن؟ لقوا ان اهم حاجه تزود السكسس ريت وتخليه with the least rate of complication هي البري اوبريتيف او بليك ريدكشن تراكشن. عشان كده في تراكشن اكويبمنت معينه للاطفال، وعشان كده مش كل سنتر بيشتغل كلوزد ريدكشن، مش كل سنتر، لازم سنتر في العالم مهيئه للكلوزد ريدكشن. السنترز اللي بتشتغل كلوزد ريدكشن دي عشان تقول ان انا بعمل كلوزد ريدكشن محترم وبيديني نتائج كويسه قوي 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 قوي، بتعمل بري اوبريتيف بري ريدكشن تراكشن. خدوا بالكم التراكشن ده بيبقى جراديوال لونجيتيودينال، بعد كده اوفر هيد مع ابدكشن، مش لونجيتيودينال تراكشن بس. ماشي، اللونجيتيودينال تراكشن تقريبا يعني بدا ما يبقاش بيستعمل خالص لان الكومبليكيشن ريت بتاعته عاليه والسكسس ريت بتاعه 58% 57% قليل قوي. لكن لما عملوا اوفر هيد تراكشن مع جراديوال ابدكشن السكسس ريت بتاع الكلوزد ريدكشن بيوصل من 74 ل 92%. فيري جود سكسس ريت وفيري لو ريت اوف افاسكولار نيكروزس اند ليت جروث ديستربنس. ماشي، يبقى انا لو انا فعلا عايز ادوبت الكلوزد ريدكشن كعلاج للاطفال اللي ما بين 6 شهور و18 شهر، يبقى انا ممكن استعمل كلوز ريدكشن بس اجيب اكويبمنت صح ماشي، واعمل اوفر هيد ابدكشن تراكشن صح، وبعد كده اعمل كلوز ريدكشن صح. اوكي، لكن بكرر تاني، مش ان انا هعمل الهيد سمعت كلانك اوبا الحمد لله الهيد ريديوس جبس يا عم، لا كده احسن شويه مش عارف ايه، لا ده كلام مش صحيح وبيعمل complication بعد كده، وبيعمل high rate of avascular necrosis و high rate of growth disturbance of the proximal femur و high rate of late acetabular dysplasia. عشان كده فعلا ال success rate بتاع close reduction بيزيد جدا جدا مع ال traction الصح. لو حسبت التكلفة كده هتكتشف ان التكلفة دي اكبر بكتير ممكن من عملية open reduction.
لو انت هتشتغل بطريقة صحيحة هتعمل تراكشن وهتقعد العيان في المستشفى، وبعد كده تعمل كلوز ريدكشن، وبعد كده تعمل ام ار اي، هتكتشف انك الكوست بتاعت التريتمنت هتبقى اعلى من الاوبن ريدكشن. بالمختصر، ايه مشاكل الكلوز ريدكشن؟ early and late failures، ان ممكن يحصل early انك الهيد تديسلوكيت، او بعد 3 شهور من الجبس تلاقي الهيد لسه سبلاكسيتابل، لقوا ان في انسنس 5 ل 15% ديسلوكيتد ات تايم اوف بوست ريدكشن ايمجنج، مجرد ما العيان بيخرج من اوضه العمليات وتصوره وتلاقيها تلاقيها ديسلوكيتد، مع انك مصور وعامل ارثروجرام ومرجع ومطمن، بس مجرد اتحطت في الجبس والعيان صحي والماسلز بتاعته جيتس ستون اجين ديسلوكيتد. ده كده الكلوزد ريدكشن. خلاص هناخد دلوقتي الاوبن ريدكشن، بعد كده هنقارن ما بين الاثنين اوبن versus كلوزد، عشان نشوف في التايم زون دي اللي ما فاتت سنه او 8 شهور او سنتين ممكن نختار ايه. الاوبن ريدكشن عندنا تو ابروتشز فور اوبن ريدكشن، ميديال ابروتش وانترولاترال ابروتش. ماشي، الميديال ابروتش هقدر اعمل منه ايه؟ اوبن ريدكشن اونلي. لكن الانترولاترال ابروتش هقدر اعمل منه ايه؟ هقدر اعمل انه اوبن ريدكشن، واقدر اعمل منه كابسولورافي، واقدر اعمل منه بلفيك اوستيوتومي. يبقى الانترولاترال ابروتش هيخدمني في كذا حاجه، لكن الميديال ابروتش هقدر اعمل منه بس اوبن ريدكشن، ما اقدرش اعمل منه بلفيك اوستيوتومي، ما اقدرش اعمل منه كابسولورافي. هف في الميديال سايد الانفيريور تايت بارت اوف ذا كابسول اللي انا عايز اسيبه واسع، انا عايز اضيق الجزء السوبيريور، فمش ممكن هطول ده بالميديال ايه ابروتش. يبقى معانا حاجه اديشنال بتتعمل اللي هي الفيمورال شورتنج اند دي روتيشن اوستيوتومي. خد بالك انا بقول فيمورال شورتنج اند دي روتيشن، ما جبتش سيره حاجه اسمها فيروس اوستيوتومي، ما فيش فيروس اوستيوتومي. خلاص هنشوف الميديال ابروتش. الميديال ابروتش ده عمليه لطيفه جدا، سريعه جدا، ما فيهاش بليدنج كتير، يعني سهله قوي. بنعمل انسيجن هنا، ترانسفيرس انسيجن اوفر ذا ادكتور لونجست ماسل. دايما يا جماعه لما بتعملوا ادكتور تنوتومي او بتاعنا بستغرب جدا الاقي لونجيتودينال انسيجن، حرام. السكار دي الترانسفيرس ما بتبانش، فيري كوزماتيك، ماشيه مع اللاينز of the skin فما تبانش، لكن لما بتعمل longitudinal incision بيبقى perpendicular to the lines of tension of the skin. They are very bad and very ugly الحقيقه، يعني حرام بجد. فما نعملش ابدا longitudinal incision، نعمل transverse incision وبيديك كل الوسع اللي انت عايزه الحقيقه يعني. بنلاقي قدامنا الادكتور longus هنعمل لها incision نقطعها خالص، وبعد كده هنلاقي هنا عندنا البكتينيوس ماسل وال anterior branch of obturator nerve، وبعد كده هنا ايه تحتها الادكتور بريفس. كلام جميل جدا. انا ممكن ادخل من هنا ما بين البكتينيوس وما بين البريفس، وممكن ادخل posterior to the brevis ما بين البريفس والادكتور ماجنس، وده اللي يفضل. I prefer this، انك بتبقى دايركتلي على الاستاب، ما بتبقاش انتيريور. اول ما تدخل في المنطقه دي هتحس بايديك الليسر تروكانتر، وهتلاقي اتاتشد فيه الاليوسوا ستاندون، بتقطع الاليوسوا ستاندون، وقلنا الاليوسوا ستاندون one of the most important obstacle for reduction، عمرك ما تقدر تعمل reduction من غير ما تقطع الاليوسوا ستاندون، فلازم ايه تقطعه. خد بالك ان هنا في the medial الديفيجن اوف ذا سيركمفلكس، سوري ذا سيركمفلكس ميديال سيركمفلكس فيمورال ارتري، اللي هو از بروفايدنج ذا مين بلاد سبلاي تو ذا بروكسيمال فيمر. عشان كده اذا عملت انجري هنا ممكن يتسبب في افاسكولار نيكروزيس اوف ذا كابيتال فيمورال ابيبس. اول ما تقطع الاليوسوس وتريتراكت الادكتور ماجنس بوستيريورلي الادكتور بريفيس انتيريور، تلاقي نفسك هنا على الكبسول، هتعمل انسيجن للكبسول وتلاقي الترانسفيرس استابلر ليجامنت قلنا تفتحه. ماشي،
والفتح بتاعك ده انت بتفتح in the most in the narrowest part of the capsule اللي هي منع الريدكشن اوف ذا هيد، منع الريدكشن الجزء النارو ده اللي مانع الريدكشن اوف ذا فيمر، انت بتفتحه لكن مالكش دعوه بالسوبيريور بارت، مش هتقدر تعمل له كبسوله فيه عشان تكشكشه وتضيقه. واول ما تشوف الفيمورال هيد هنا وترجعها ممكن تقطع الليجامنت انتيريس. احنا عملنا ايه؟ عملنا اوبن ريدكشن بس، الهيد رجعت، شلنا الاوبستكلز فور ريدكشن، لكن ما عملناش بلفيك اوستيوتومي، فاحنا لسه معتمدين على الناتشرال هيستوري اوف نورمال ريموديلنج اوف ذا استابلم اند اتس جروث. ماشي، عشان كده في انسنس عاليه لشويه سبلكسيشن عشان الكبسول متسابه واسعه، وممكن يحصل فيلير اوف ديفلوبمنت اوف ذا استابلم واحتاج في المستقبل بلفيك اوستيوتومي زي الكلوزد ريدكشن. عشان كده في موديفيكيشن بعض الامريكان بيعملوها، بيسيب الليجامنت تيريس ماسك في الهيد ويخيطه في الترانسفيرس استابلر لينجت بعد ما يقصره عشان يمنع ان يحصل ايه اي سبلكسيشن للفامورال هيد. بس دي حاجه بيعملها دينيس فينيجر في سانتياغو في امريكا، ويعني ممكن هو الاكتر واحد بيتكلم عليها. يبقى بعد الميديال ابروتش لاننا ما عملناش بلفيك اوستيوتومي فعندنا هاي انستنت هاي ريت اوف ليتر بلفيك اوستيوتومي، ما بنقدرش نعمل منه كابسلورافي، ما بنقدرش نعمل منه بلفيك اوستيوتومي. لو عندنا فيري هاي ديسلوكيشن انا مش هعرف انزلها. لو عندنا عيان ووكر بقاله فتره وده تسبب في الفيري هاي ديسلوكيشن، او ما عندوش لاكستي في الليجامنتس بشكل مريح، ده هي مش هعرف اعمل ريدكشن ثرو ذيس ميديال ابروتش. وطبعا it still carry the risk of vascular injury to the medial circumflex femoral artery اللي ممكن يسبب لنا افاسكولار femoral افاسكولار necrosis of the femoral head. ده كده الميديال ابروتش. يبقى الميديال ابروتش في الاطفال الصغيرين اللي لسه بري ووكينج ممكن نعمله في سن 6 ل 8 شهور، يعني 6 شهور ل سنه وتم او سنه ونص او 18 شهر او سنتين. لكن لو هاي ديسلوكيشن ووكر بقاله فتره الولد، صعب قوي ان انا اعمل ميديال ابروتش. او لو عايز اعمل بلفيك اوستيوتومي يبقى صعب قوي ان انا اعمل ميديال ابروتش. نيجي للابروتش المحبب لينا والابروتش اللي بنستعمله اكتر في او بيستعمل اكتر في العالم، مش عندنا احنا بس، هو في الابوريش، وهو اكتر ابروتش بنستعمله اللي هو الـ open reduction through anterior approach. anterior approach هنا اللي هو سميث باترسون approach، بس احنا مش هنعمل الكلاسيك سميث باترسون لان السكار بتاعت السميث باترسون very bad and ugly scar، فاحنا هنستعمل modification of the skin incision اللي هو بيكيني incision. هنشوف كل حاجه دلوقتي in details وصحصحوا معايا بقى في الـ open reduction ده. اول step في الـ open reduction ان انا اعمل ايه؟ ادكتور تينوتومي. الادكتور تينوتومي هتطول فيها الادكتور لونجس بس غير السي بي. سي بي بنطول ادكتور لونجس وجراسلس، هنا هنطول ادكتور لونجس بس. اللي جديد في الشغلانه يفتح ويعمل لينفنج للادكتور لونجس. خلاص اللي قديم زي حالاتي في الشغلانه ممكن يعمل بيركوتينيوس ادكتور تينوتومي. بدخل وبرفع المشرط لفوق واقطع الادكتور لونجز. خلاص بعد كده بنعمل الانسيجن بتاعنا. العيان هنا نايم راسه على يمين الشاشه ورجليه شمال الشاشه، وده الاليا كريست، وبنفتح ايه الانسيجن ده along the iliac crest، يعني هنا الانتيريور سوبيريور سباين. بص كده شايف العيان اهو، المساعد بتاعي بيعمل tensioning of the skin، بيشد السكين عليه ناحيته. ليه؟ عشان بعد كده السكار ما تبقاش على الايليا كريست، بعد ما يعمل ما يسيب الجلد تبقى السكار تحت الايليا كريست، فما تبقاش على بوني بروميننس عشان ما تبقاش بينفول. اكستند تقريبا الايليا كريست وبنكستند تاني ديستالي تقريبا تو ذا ميد انجواينال بوينت. بعد ما عملنا كده خلاص لازم نلاقي الانترفل ما بين التنسور فاشيالاتا والسارتوريس، ودي اللي هندخل منها. ففي ناس بتدخل وتدور على الانترفال ديستال، وبعد ما تفتحها تعمل سبليتنج للتيبيال للإلياك ابوفيسس. دكتور يحيى طراف استاذنا هو بيحب كده دايما. ماشي، في طريقه تانية؟ اه
انا عرفتها من الدكتور محمد السبكي برضو، واحنا نواب وانا نايب، وكان هو بيفير ان هو اتعلمها من كاترين، اللي هو بيقشر ال external abdominis muscle، وبعد كده يعمل splitting للابوفيسز، and this split will guide him through البلين اوتوماتيك. كده هنعمل split للابوفيسز، وبعد ما هعمل elevation للابوفيسز اوتوماتيك هلاقي نفسي داخل في البلين اللي هي ما بين السارتوريوس والتنسور فاشيالات. اهم حاجه لما تحط هنا البريوسيال اليفيتور دايما تبقى دايركتد ميديال اند انفيرور، اوعى الدايركت ترانسفيرس، ترانسفيرس هتدخل في السيكرو ايليا جوينت وتعوره، لازم تدخل ناحيه الجريتر سياتيك نوتش والجريتر سياتيك نوتش انفيرور. بص دايما على البريوسيال اليفيتور بتاعي ماشي ازاي، ماشي انفيرور، وبعد ما نليفيت البريوسيوم نعمل باكينج. الباكينج ده ليه فائدتين، هيموستيزس، وكمان بقدر اعمل بيه ديسكشن اوف ذا بيريوستيوم اوتوماتيك. بص على طول اول ما فتحت الالياك ابافيسس هنا هلاقي نفسي في البلين، وهلاقي نفسي اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا ثاي ظهر لي. الستيب اللي بعد كده اني اطلع الريكتس سوري الاليوسوس تندون عشان اعمل له ايه؟ ريليز تينوتومي للتندينيوس بارت اونلي اند نوت تو ذا ماسكولار بارت. فالاسيستنت كده بيعمل رولينج، اسمها رولينج لان التندون موجود في الميديال بوستيرور بارت اوف اليوسوس، فلازم هو يفضل يعمل رولينج للماسل لحد ما اقدر اجيب واشوف التندينيوس بارت واقدر ارفعه على الرايت انجل واقطعه. ودي فيري كروشال ستيب لان زي ما قلنا one of the most important obstacle for reduction هو الاليوسوس. بعد ما عملنا كده الحاجة التانية اللي هنعمل لها ريليز هنا هي الريكتس فاموريس. اتاتشد فين؟ اتاتشد في الانتيريور انفيريور اليك سباين اهي، الانتيريور انفيريور اليك سباين اهي، وادي الريكتس فاموريس اهي، و هنقطعها ما بوصلهاش تاني. انا الحقيقة استاذنا الدكتور يحيى بيحب دايما ايه يوصلها، مش هنختلف. اوكي، اول ما افتح واقطع الريكتس فاموريس الاقي على طول the capsule of the femoral head. هفتح الكبسول ماشي parallel to the superior pubic ramus، فاشوف ال superior pubic ramus وافتح الكبسول parallel ليه، وافتحها بدايافيرمي بس مش كومبليت، يعني الجزء السوبرفيشال بس بدايافيرمي، وبعد كده اكمل بمشط عشان ما اعورش الفيمورال هيد بالدايافيرمي. ماشي، هنا احنا فتحنا الفيمورال هيد ماشي سوري الكبسول. اللي ظهر ده يا جماعه ده اللي جامنتم تيرس مش الهيد، وافضل افتح كده وانا عايز اوصل as distal as possible. وادي هنا انا رفعت الليجامنتم تيرس وهقدر اقطعه بمشرط واسيبه ماسك فين بقى؟ ماسك في ترانسفيرس استابلر ليجامنت ماشي، وهو الجايد بتاعي للترانسفيرس استابلر ليجامنت. فبعد فامسكه بقى بكوخر زي ما انتم شايفين وامشي معاه عشان اقطع الترانسفيرس استابلر ليجامنت، لان لازم بعد ما اقطع الترانسفيرس استابلر احط ايديا في الاستابلم الاقي نفسي ايديا داخله في الثاي. لو بحط ايديا في الاستابلم ولسه صباعي مش داخل في الثاي يبقى لسه الانفيرور كبسول ما اتفتحتش والترانسفيرس استابلم ما اتفتحش، واي ريدكشن هعمله هيطرد، اي ريدكشن هعمله اللي هي هتخرج بره. اللي انا بعمله دلوقتي بنبلر بشيل البوليفينر تيشو الفايبروفاتي تيشو اللي موجود جوه الاستابلم، احيانا بيبقى فيري فيك زي الحاله دي، واحيانا بيبقى حاجات ملهاش لازمه كده ومش مستاهله انها تتشال. بعد ما عملنا كده نظفنا الاستابلم، فتحنا الترانسفيرس استابلر ليجامنت، فتحنا الانفيريور كبسول، هنقدر نعمل ترايل اوف ريدكشن. لازم الريدكشن اللي هعمله يبقى سموث at ease not at tension، مش بعنف مش بالعافيه. خلاص، دي نقط مهمه جدا. اوكي خلاص، احنا كده براجع ترانسفيرس استابلر ليجمنت، ما كانش اهي دي الحركه اللي بقول لكم عليها، لازم احط صباعي يبقى صباعي بيعدي، طول ما هو مش بيعدي افضل وراه
لحد ما افتح الترانسفيرس استابلر ليجامنت. يمكن سامعين الصوت؟ سامعين الصوت؟ خلاص كده اتفتح، ماشي. يعني very great sensation عشان تفتح ترانسفيرس استابلر ليجامنت. خلاص ايوه هو كده صوت انا الفيديو عملت مش واضح، ريدكشن اوف ذا ثيرمال. هو صوت الفيديو مش واضح خلاص هشام لو حضرتك مشغله. ودي هو ما فيهوش صوت، هو بس كان المقص بس هو اللي ليه صوت، لكن هو ما فيش كلام في الفيديو. خلاص احنا كده عملنا ريدكشن، الريدكشن بسهوله بدون عنف، بدون، لان كل ما هتعمل ريدكشن اندر تنشن with difficulty هيساوي افاسكولار نيكروز اهي، ماشي، بدون اي حاجه. بعد ما عملنا كده الكبسول دي عامله زي الرينج، عمرك ما هتعرف تادفانس الرينج، فلازم تفتحها ترانسفيرس انسيجن. بصوا اللي هيحصل في حته سوا، انا هنا هو ماسك لي الكبسول هنا اهي بالكوخر ده، فانا بنضف الكبسول من الماسلز اتاتشد ليها. خلاص هنعيد دي تاني. اهي شايف انا بنظف الكبسول من الماسلز اللي اتاتشد ليها، اوكي، بس انا مش عارف ادفانس الكبسول، مش عارف شايف في هنا منع، مش قادر ادفانس الكبسول، لان الكبسول عامل زي حلقه كده وانا عايز ازقها، مش عارف. فبعمل فيها ترانسفيرس انسيجن، ده بعمله برضو بدايفيرمي في الاول، بعد كده بكمله بمشرط. شوف اول ما هكمله بمشرط ايه اللي هيحصل، شايف، وركز، اول ما اقطعها كومبليتلي ايه اللي هيحصل، شايف، اتفتحت وقدرت اعمل لها ادفانسمنت. شفت عملت لها ادفانسمنت ازاي؟ واضحه جدا. قبل ما افتح الفتحه دي انا مش عارف اخد الكبسول، مش عارف اضيقها، مش عارف ازق بيها. الكبسولوجرافي هو عباره عن انفروميديال ادفانسمنت اوف ذا كبسول، فانت الكبسول حلقه مش راضيه بتخبط في الانتيريو انفيريو اليك سباين، فلازم افتحها عشان تعمل زي في تحضن ال anterior inferior spine. هعيدها تاني لان دي ستيب مهمه، يعني معلش اللي ما بيشتغلهاش مش يا ريت تروح. خلاص هعيد لكم تاني معلش الفيديو ده اهو، بننظف الكبسول وبانت قدامنا، ركز في الكوخر ده، شوف انا بشد مش عارف اشدها، مش عارف اعمل لها ادفانس. فهاجي في السوبيريور بارت واعمل انسيجن كده بارل تو ذا نيك، بارل تو ذا سوبيريور بارت اوف ذا نيك، وشوف اول ما هعمل الانسيجن ده هقدر، هتتحول، هتتفتح الكبسول تو في شيب وتحضن الانتيريور انفيريور اليك سباين، واقدر اعمل لها ادفانسمنت فيري كلير فيري كلير. شوف مشيت معايا قد ايه بقى الكبسول، كل البهواء اللي موجوده في الكبسول دي انا شدتها قدام وهخيطها في الانتيريور سوبيريور اليك سباين، سوري، في السوبيريور بيبو كريمس اهي. شايف ادفانسد ازاي، والفي دي اهي هي دي اللي هتبقى عند الانتيريور انفيريور اليك سباين. اول ما عملنا ادفانسمنت الكبسول كده هناخد ثلاث غرز، برولين واحد او بي دي اس واحد، خلاص، ولازم حاجه تبقى نون ابزوربابل او ديليد ابزوربابل، وبنخيط من انتيريور سوبيريور اليك سباين في من السوبيريور بيبو كريمس للكبسول. وبعد ما عملنا كده الستي سوتشر دي بنسيبها، ما بنعملش الكبسولوره في الوقت، وانا شايف الهيد وانا شايف الاستابلم هبدا اعمل ايه، بلفيك اوستيوتر. انا كده عملت كابسولور اوبن ريدكشن وبدات اعمل الكابسولوجرافي وحطيت الستي سوتشرز بتاعتي، و هعمل زياده عن الاوبن ريدكشن بقى ثرو ذا انترولاترال ابروتش في كل الحالات، هعمل بلفيك اوستيوتر. البرايمري باثولوجي هو استابلر ديسبليز، فانا هعمل بلفيك اوستيوتر. اللي بنعمله دلوقتي والستاندرد في الدنيا كلها هو الديجا اوستيوتر، ماشي، ده هنشرحه مع الاوستيوتوميز، بس هنشوف التكنيك هنا. ف
بنفتح بنحط هنا هومن في الجريتر سياتيك نوتش، وهومن في الناحيه الثانيه في الجريتر سياتيك نوتش، ولازم لما اعمل الاوستيوتومي تبقى الهيد انسايد ماشي. وبعد كده بكسر ما بين الانتيريور سوبيريور والانتيريور انفيريور، وبقى شويه تحت ناحيه الانتيريور انفيريور، وبكسر اوبليك بحوالي 30 درجه، وما وصلش للجريتر سياتيك نوتش. ليه؟ انا بعد ما هكسر كده هحرك البون واعمل اوستيوكليزيس للبوستيريور كولم. شايف البوستيريور كولم اتاتشد، انا ما كسرتوش، مش زي السولتر. السولتر انا بكسر كل الاوستيوتومي كومبليت اوستيوتومي اوف ذا ايليك بون. طيب لو احنا حطينا الهيد وعملنا لها ريدكشن، ممكن تعمل اكستنشن للهيد تلاقيها بتخرج بره، تعمل اكسترنال روتيشن للهيد تلاقيها بتخرج بره. يا نهار ابيض، الهيد دي عايزه انترنال روتيشن، ايه الحل؟ هي عايزه انترنال روتيشن، يبقى لازم نعمل دي روتيشن اوستيوتومي. وتلاقي كل الحالات معموله دي روتيشن اوستيوتومي. نو، اسيس ستابيليتي اوف ذا هيد ماشي وايل يو ار اوبننج ذا اوستيوتومي، حتى من غير الكابسولوجرافي. اعمل الاوستيوتومي، حط الاوستيوتوم بتاعك، افتحه كانك فاتح البلفيك اوستيوتومي، واسيس ستابيليتي اوف ذا هيد ماشي. هتلاقي ان العيان ده لا محتاج دي روتيشن، ولا محتاج شورتنج، ولا محتاج اي حاجه خلاص. وانك بعد ما عملت البلفيك اوستيوتومي ذا هيد بيكام ستيبل انسايد ذا استابل. ان الستيب دي والنقطه دي، انك تفحص العيان بعد ما تكون فاتح الاوستيوتومي بالاوستيوتوم، بتحمل او بتكلف عيانين كتيره قوي ان نيدد فيمورال اوستيوتومي، بنشوفها كتير جدا للاسف. يبقى احنا دلوقتي عملنا كده. طيب الاوستيوتومي ده صعب كل ما كان الطفل صغير. ليه؟ لان انا عايز اخد حته ايلياك بون واحشرها في الاوستيوتومي عشان تخلي الاوستيوتومي مفتوح. طب الايلياك كريست بتاع الاطفال دي صغير جدا، ازاي هخليه واقف كده ماشي؟ حاجه بنعملها بتخليني اقدر اعمل كده، اللي هي ايه؟ باخد الايلياك بون هنا، باخد حته منها واقسمها نصين واعملها زي ساندوتش دبل لاير، فبحط الجرافت بالعرض، مش بحطها واقفه على سيفها، فما بتتزحلقش زي كده خلاص. اهي انا ماسكها في ايديا دبل كده، وبروح اعمل لها امباكشن في الاوستيوتومي. وبعد الديجه لا بنحتاج فيكسيشن ولا بنحتاج كي وايرز ولا بنحتاج حاجه خالص ماشي. يبقى الستاندرد اللي انا شخصيا بعمله والناس كتيره قوي تندم في العالم انها تعمله، هو اوبن ريدكشن كابسولوجرافي ديجا اوستيوتومي. طب الديجا اوستيوتومي ده محتاج بون قوي ومحتاج كده وبتاع، فعشان كده ناس كتيره قوي بتقول لا لا، ده احنا لازم ناجله لبعد سنه ونص على الاقل عشان اقدر اعمل بلفيك اوستيوتومي. لا، انت ممكن تعمل الديجا اوستيوتومي بدايه من 11 او 12 شهر، بدايه من 11 او 12 شهر، وخصوصا لما تعمل الطريقه دي، وانك تاخد الايلياك بون جرافت حته منهم وتعملها زي الساندوتش كده وتقلبها على بعض كانك تنتها ماشي، وتحطها بالعرض مش بالطول عشان ما تتزحلقش. لاني عشان انا احطها بالطول لازم تبقى العظمه عريضه، فلازم الطفل يبقى كبير، فبالتالي هضطر اني انا استنى، او اضطر اني اعمل العيان اوبن ريدكشن بس واخليه لمصيره بعد كده انه يحتاج بلفيك اوستيوتومي بعد شويه عشان ما حصلش جود ريموديلنج اوف ذا ستاب. فنخلص الموضوع بان احنا هنعمل اوبن ريدكشن كابسولوجرافي بلفيك اوستيوتومي، فده بيدينا ذا بيست سكسس ريت اند ذا ليست ريت اوف ليتر بلفيك اوستيوتومي. بعد كده بعد ما بنخلص بنقفل العيان اللايرز، لو عاملين بيركوتينيوس ادكتور تقريبا ما بنحتاجش نعمل فيها حاجه، هي غرزه صغيره. وبعد كده بنجبس العيان ان هيب سبايكا. الهيب سبايكا بتبقى 90 ديجري فلكشن او اكتر شويه، 60 ديجري ابدكشن، ولازم يبقى البرينيوم وايدلي اوبن كده ومفتوح عشان الهايجين والكلينينج اوف ذا تشايلد. لازم بعد ما بنعمل كده بنقعد العيان ده في الجبس شهرين، انا ما بقعدش ثلاثة. وناس كتيرة برضو في العالم بتتجه لكده، وتقابلت حد انجليزي فبقول له كده، قال لي انا مقتنع تماما بكده، احنا مش محتاجين ثلاث شهور، بس الريكومنديشن عندنا ان انا استعمل ثلاث شهور، ولو ما عملتش ثلاث شهور اتحاكم. الحمد لله ان احنا هنا. المهم
من الحاجات اللي بتساعدنا شوية ان نحافظ على نظافة الجبس ان احنا بننبه على الام انها تجيب الاولويز اللي بيلزق وبيتلزق هنا على الجبس وعلى الجلد، على الجبس وعلى الجلد، عشان اي حاجة ستول يورين اي حاجة ما تدخلش تحت الجبس وتطلع ايه لبره، مع طبعا النظافة مع تغيير البامبرز ايه كتير. ده اكزامبل لديسلوكيتد هيب، وده البلفيك اوستيوتومي. بص الجراف محطوطه ازاي بالعرض، كانهم طبقتين ومحطوطه بالعرض، واخدين حته من الاليا كريست ومطبقينها على بعض وايه حاطينها. شوف هنا الاستابلر اندكس عامل ازاي، وشوف بعد كده الاستابلر اندكس بقى جميل ازاي. برضو هنا دي عيان تاني، بص الاستابلر ديسلوكيتد ورجعناه وعملنا الاوستيوتومي، ودي ايه الجرافت. ده عيان عملنا له زمان زمان اوبن ريدكشن بس، خلاص ده كان زمان، ما انا دلوقتي ما بعملش اوبن ريدكشن بس خالص. العيان ده اتعمل له اوبن ريدكشن ماشي كويس وديفلوبت كويس في الاخر. فانت عندك نسبه من العيانين كتيره ممكن تعمل اوبن ريدكشن بس، بس فيهم higher incidence of later need for pelvic osteotomy لو ما حصلش good development of the step. عشان كده لقوا في الليترشر دلوقتي ان الاوبن ريدكشن بلس pelvic osteotomy the higher rate of good radiological and clinical outcome with the least rate of complication تقريبا، وخصوصا الري اوبريشن ان انا احتاج عمليه ثانيه بعد ما بعمل اوبن ريدكشن وكابسولوجرافي وبيجا اوستيوتومي او اوستيوتومي عموما، احتياج ان انا اعمل سكندري سيرجري ليتر اون او ري اوبريشن ليتر اون فور ريزيديوال استابلر ديسبليزيا قليل جدا. والريت اوف ري ديسلوكيشن في اراوند 2%، يعني 98% سكسس ريت، لكن الريت بتاع الري ديسلوكيشن في الاوبن ريدكشن الون 5.5%. اوكي، ففي فرق حوالي 3.5% ما يحصلش ريديسلوكيشن، يعني لو حطينا ال 3.5 زياده في الاوستيوتومي ان ما يحصلش ريديسلوكيشن مع اللور انسيدنس بتاعت الري اوبريشن فور ريزيديوال استابلر ديسبليزيا، يبقى انت مالكش حق انك تعمل اوبن ريدكشن بس، والمفروض انك تعمل اوبن ريدكشن مع كبسول مع ديجا اوستيوتومي. ليه؟ لانك اوريدي فاتح، اوريدي فاتح، والإليات بون قدامك، والاوستيوتومي اللي انت هتعمله ده مش هياخد منك 5 دقائق زياده، انت عامل كل حاجه، الابروتش موجود والدنيا موجوده وشايف الكبس الاستابلم موجود وشايف الهيد، انت عايز ايه تاني؟ فتعمل الاوستيوت مش هيكمل 5 دقائق زياده في العمليه، وتدي العيان ذا بيست شانس انه ما يعملش عمليه تاني في المستقبل، وذا بيست شانس انه ما يحصلوش ري ديسلوكيشن. يبقى صعوبته انك تعمل العمليه دي في طفل اقل من سنه او 11 شهر، لان البون فيري سوفت والاليا كريست فيري ثين ومش هتعرف تحط جرافت وبتاع. عشان كده لما بيجي لي عيان اكتر من 6 شهور ومش هقدر استعمل فيه بافليك هارنس، او عيان استعملت له البافليك هارنس وفيل تو بروديوس ريدكشن خلاص فوقفته، طيب العيان ده هعمل له ايه؟ هعمل له كلوزد ريدكشن ماشي، انا ما عنديش سنتر فيه كلوزد ريدكشن تولز وتراكشن وبتاع عشان اعمله، فانا بفضل شخصيا وناس كتير برضو في الدنيا هي تستنى بالعيان لحد سن 11 12 شهر عشان نعمل سنجل بروسيجر اوبن ريدكشن كابسولوجرافي اوستيوتومي، ودي العيان ذا بيست سكسس ريت ذا ليست كومبليكيشن ريت ذا ليست ري اوبريشن ريت. اوكي، فانت مش لازم تعمل العيان عمليه على سن 6 7 شهور ولا 8 شهور، اصبر عليه اديله كام شهر تاني لحد سن، وده اللي بقوله للعيانين قدامك انك تعمل حاجات تانية كتير بس هتدينا نتائج اقل من ان انا لو استنيت لحد سن 11 12 شهر وعملت بلفيك اوستيوتومي مع الاوبن ريدكشن. فده كده حاله مثلا اهي وعملنا فيها البلفيك اوستيوتومي، وشوف الريدكشن فيري نايس، والاستابلر اندكس اتحسن في الناحيه دي يمكن احسن من الناحيه التانيه كمان اللي فيها شويه اوريجينال استابلر ديسبليزيا، دي عيان تاني اهو في الاوستيوتومي الاستابلر اندكس بيتحسن جدا and this is later development. ده اكزامبل لعيان تاني
افتر بيلفيك اوستيوبي مع اوبر ريدكشن وكابسولوجرافي، وبعد 10 سنين اولموست نورمال هيب. طيب ايه قصه البيلفيك اوستيوتومي، الفيمورال اوستيوتومي قصدي؟ فيمورال اوستيوتومي is an intraoperative decision. Intraoperative decision يعني انت عندك عيان عنده dislocated hip، انت داخل هتعمل open reduction capsulography dig osteotomy، بس لازم جاهز جنبك plate and screws عشان ال reduction لو مش عارف تعمل reduction او reduction under severe tension يبقى لازم تعمل femoral osteotomy. يبقى ال primary aim the primary aim for the femoral osteotomy هو ايه؟ to release tension. يعني ال primary aim هو shortening مش حاجة تانية خلاص. يعني مفيش حاجة اسمها اقول للعيان انا احنا هنعمل femoral osteotomy مع الكابسولوجرافي. Why خلاص ده intraoperative decision. اوكي لا اصل لازم العيان هنعمل له دي روتيشن، لا اعمل reduction للهيد، افتح البلفيك osteotomy assess، هتلاقي الهيد بقت ستيبل ومش محتاجه خالص انك تعمل دي روتيشن اوستيوتومي. وانت عامل بلفيك اوستيوتومي خاف انك تعمل دي روتيشن كتير، لانك لو عملت دي روتيشن هتنتهي بوستيريور ديسلوكيشن تيك كير. فانت لازم حتى لو عملت فيمورال شورتنينج ودي روتيشن ما تعملش دي روتيشن جامد، ولازم تلاقي بعد الدي روتيشن بتاعك الهيد لسه عايزه ديسلوكيت انتيرور والبلفيك اوستيوتومي بس هو اللي بيثبتها خلاص. لكن ما تفرحش ان وانت عامل البلفيك الفيمورال اوستيوتومي دي روتيشن اوستيوتومي انت لاقي الهيد ديب كده تحت ولوحدها. هقول لك الف مبروك دي بوستيرو ديسلوكيت، لازم تبقى عايزه تديسلوكيت انتيرور واللي بيثبتها هو البلفيك اوستيوتومي عشان تضمن انك مش عامل posterior dislocation. لو لقيت الهيد مختفيه تحت كده وحلوه وانت مبسوط قوي انها posterior كده وساقطه ما بتطلعلكش بره خالص مش شايفها، دي posterior dislocated femoral head على طول. يبقى ال primary aim هو difficult reduction عشان اعمل shortening، قد اضيف معاه شويه دي روتيشن همسه بسيط جدا، لكن مفيش حاجة اسمها أعمل proximal femoral veers في عيان عنده DDH لأن already مفيش كوكسا فالجا. خلاص هنشوف دلوقتي amount of shortening بعد ما عملت الاستيوتمي. احنا الأول بنحط البليت ونثبت اتنين سكروز وبعد كده بنعمل الاستيوتمي، بعد كده أعمل reduction. الاوفرلاب بعد ما عملت reduction الاوفرلاب ما بين proximal والdistal هو دي الاماونت اوف ايه؟ اوستيوتومي. ولو انا هعمل فيمورال اوستيوتومي يبقى هاخد البون دي هي اللي هستعملها جرافت في الالياك في البلفيك اوستيوتومي، مش هستعمل جرافت من الالياك دي عظمه احسن. ماشي؟ وزي ما قلنا افويد اكسسيف ايه؟ دي روتيشن. ده اكزامبل للعيان اهو ماشي عشان كبير سنا وفي فيري ديب سودو استابلم واضح جدا، والعيان ده كبير سنا حوالي 6 سنين او حاجه، فاحنا لازم ايه نرجعه. ودينا بص خدنا الالياك الفيمورال بون وحطيناها كجرافت في البلفيك اوستيوتومي. شايف البلفيك اوستيوتومي عامل ازاي؟ ما ينفعش يا جماعه نشوف حالات بنعمل فيها فيمورال اوستيوتومي وسايبين البلفس ما فيهوش اي حاجه مع ان البرايمري باثولوجي هو استابلر ديسبليسيا. وادي بص العيان هنا developing very nicely و very good development of the acetabulum. ودي العيانه خلاص اللي كان عندها 6 سنين بس هي صغنونه شويه من اليمن. ايه حكايه الفيروس؟ ايه رايك في الحاله دي؟ بص دي استابلد، ايه رايك فيها؟ خلاص بقى انا قلت الكلام ده المحاضره اللي فاتت بس بفكر بيه تاني وهعيده تالت على فكره في البلفيك اوستيوتومي. شايف انت تقول هنا يا ده كوكسا فارا ده انا لازم اعمل فيروس اوستيوتومي. بص لما تعمل انترنال روتيشن مفيش اي كوكسا فالجا،
ما فيش اي كوكسا فالجا خالص يا جماعه. هنا الفيمور الهيد انتيفيرتد وانت شايف الليسا تروكانتر، معنى كده انك شايف الفيمورال نيك اند اون، شايفها عامله كده ستريت. لكن لو عملت انترنال روتيشن هتشوف النيك ان بروفايل، هتلاقي فيها والله ده ايه ده، ده في نيك شافت انجل نورمال اهي. فين الفيروس ريلي؟ مفيش، سوري، فين الفالجس ريلي؟ مفيش فالجس في الدي دي اتش يا رجاله. ماشي، فمحدش بليز يعمل يعني مأساة الحقيقة ان الواحد يلاقي دي دي اتش معمولة، مش معمول لها بلفيك اوستيوتومي، ومعمول لها تحت فيروس شورتنينج دي روتيشن. واي زي كده؟ الراجل ده عمل دي دي اتش، عمل اوبن ريدكشن وكابسولورافي، وما عملش بلفيك اوستيوتومي، وسايب الاستابلم ديسبلاستيك وعمل فيروس اوستيوتومي. طب ليه؟ العيان ده بقى عندها فيروس، بقى عندها فانكشنال كوكسا فارا، التنشنز اراوند ذا هيب اند ماسل اكشن اراوند ذا هيب ديستربد. يعني العيان دي، العيانه دي لو اتعمل لها اوبن ريدكشن بس مع النورمال تون اوف ذا ماسلز اراوند ذا هيب كان ممكن يحصل ديفلوبمنت اوف ذا استابلم. ده الوقت بعد السيتويشن ده مش هيحصل ديفلوبمنت اوف ذا استابلم. واللي يقرا منكم عن الكوكسا فارا يلاقي بسبب ان الاب نورمال ستريسز اراوند ذا هيب، العيان اللي عنده كوكسا فارا ممكن ينتهي باستابلم ديسبليزيا نتيجه اني ما عندوش good tension and tone and function of the abductor muscle. فأنا حاطط دي example لأن ده ما ينفعش إنه يتعمل. لما تلاقي حد عامل كده وكي وايرز وبتاع، تعرف إن في something wrong. المفروض إنك تنتهي العملية بتاعت الopen reduction والاستيوتومي، البلفيك اوستيوتومي، بإن الهيد محطوطة، الرجل محطوطة متسابة على السرير straight reduced. انت مش محتاج تعمل لها اي manipulation to keep it reduced. لو محتاج انك تعمل اي manipulation to keep it reduced يبقى في something wrong. revise your steps. ماشي، مش بالعافية وتحط واير ومش عارف ايه. يعني انا بقالي اكتر من 26 27 سنة بشتغل بذات الاورثوبيدكس، انا ما حطيتش الواير ده غير once في عيان revision. اوكي، فده لو انت عامل تكنيك صح مش هتحتاج انك تحط الواير ده. طيب اكتر من سنه ونص سنتين اوتوماتيك هنعمل اوبن ريدكشن زي ما اتفقنا. طيب من ست شهور لسنه ونص هنعمل ايه، اوبن ريدكشن ولا كلوزد ريدكشن؟ نشوف الفرق بينهم. احنا قلنا هنشوف اوبن فيرسس كلوزد ريدكشن. المشاكل الاساسيه مع الكلوزد ريدكشن الـ early and late failures، احنا عاملينهم اصلا عشان نقلل الـ surgical intervention. لكن لما تعرف ان من 5 ل 15% dislocated at time of post operative reduction the high rate open reduction الـ rate of redislocation بعد العمليه حوالي open reduction بس 5.5%، open reduction مع pelvic osteotomy 2% بس، يعني 98% success rate. فهنسأل سؤال، احنا عاملين اصلا كلوز ريدكشن عشان نقلل السيرجيكال انترفنشن والاكسبوجر تو انيثيزيا، هل احنا ده حصل فعلا؟ الاجابه الحقيقه ان بعد السكسسفول كلوز ريدكشن، احنا لو عملنا كلوز ريدكشن وسكسسفول، العيان ده هيحتاج بلفيك اوستيوتومي ان ذا فيوتشر في نسبه حوالي 66 ل 85% من العيانين. يعني لو انا عملت كلوز ريدكشن وثلاث شهور جبس، ممكن في ثلاث شهور تاني وام ار اي وتغيير جبس اندر انيثيزيا وعملنا القصه دي كلها، ستيل في حوالي من 66% ل 85% هيحتاجوا بلفيك اوستيوتومي ان ذا فيوتشر. يبقى انا حقيقي بالتكنيك ده الكلوز ريدكشن انا قللت ال ال الري اوبريشن او السيرجيكال انيثيزيا ريت؟ الاجابه لا. اللي قلل الريت فعلا لما اعمل بري اوبرتيف فليكشن ابدكشن تراكشن وبعد كده كلوز ريدكشن. هنا ده هيديني ريزلتس كومباريبل تو ذا اوبن ريدكشن، وده مش افيلبل في كل السنترز ومحتاج اكويبمنتس معينه وممكن اكسترا كوست وممكن يبقى اغلى من الاوبن ريدكشن بالنسبه للعيانين. يبقى الاوبن ريدكشن هو سنجل اوبريتيف انترفنشن، نو بوست ريدكشن بريسنج خالص،
يعني الاعلى ريت للريفيجن حوالي 19، ده لو عملنا من غير بلفيك اوستيوتومي. لو عملنا بلفيك اوستيوتومي يا جماعه مع الاوبن ريدكشن، الريفيجن ريت او ان انا احتاج ان انا اعمل ليتر بلفيك اوستيوتومي يعني قليله جدا واقل من النسبه دي بكتير. طيب الكلوزد ريدكشن بقى ريبيتد بروسيجر اندر جنرال انستيزيا لونج تيرم بوست اوبتيف بريسنج، محتاجين نعمل تراكشن 5 ل 15% ديسلوكيشن، وسكندري سيرجيكال بروسيجر في حوالي 66 ل 85%. عشان كده يفضل ان انا اعمل اوبن ريدكشن. المأساة كلها انا عايز اعمل اوبن ريدكشن مع اوستيوتومي، فانا عايز اخر العيان لحوالي سنة. ماشي اوكي، مفيش مشكلة خالص اني اخر العيان لحد سن السنة واعمل له عملية، طالما العيان ما نجحش ان البابليك يصلحه. ماشي، او هو جالي بعد السن الاستعمال البابليك بعد 6 شهور، فخلاص انا شخصيا مش هعمل له كلوز ريدكشن، وهقول له انا هستنى لحد سن سنه واعمل لك اوبن ريدكشن وكابسولوجرافي وديجا اوستيوتومي، وده هيديك ذا بيست تشانس. هنعمل كلوز ريدكشن عارفين انه بعد كده ممكن يحتاج في 66 ل 85% من الحالات بلفيك اوستيوتومي ات ليتر ان لايف. ماشي، ف لو قست الاثنين دول انا على طول مع الاوبن ريدكشن مع بلفيك اوستيوتومي. زي ما قلنا ان الاوبن ريدكشن مع البلفيك اوستيوتومي lower rate of revision 5 ل 19، بعكس التانيين احنا بنتكلم على closed reduction على 66 ل 85%. lower risk of avascular necrosis طبعا شهرين بس في الجبس، اقل بكتير من الكلوزد ريدكشن. عشان كده في ترند في الدنيا كلها على عدم استعمال الكلوزد ريدكشن. في سنتر زي ما قلنا هي اللي بتعمل كلوزد ريدكشن وعندها الاكويبمنت بتاعت جود تراكشن عشان يدي فيري جود سكسس ريت. الكومبليكيشن عموما بقى بتاعت اي عمليه بتاعت ريدكشن اوف دي دي اتش، سواء عملنا كلوزد ريدكشن عملنا اوبن ريدكشن، ايه المشاكل؟ ريكرنس ديسلوكيشن. قلنا الريكرنس ده قليل قوي في الاوبن ريدكشن كابسولوجي اند ديجا اوستيوتومي او بيلك اوستيوتومي، عالي قوي في الكلوزد ريدكشن، عالي في الاوبن ريدكشن وذاوت بيلفيك اوستيوتومي. ان العيان رجعناه كويس قوي وفي ريزيديوال اسيتابولار ديسبليزيا، دي اللي عاليه قوي سوري بعد ال كلوزد ريدكشن او اوبن ريدكشن وذاوت ديجا اوستيوتومي. وفي حاجه اسمها بروكسيمال فيمورال جروث ديستربنس، تلاقي الفيمورال هيد شكلها متغير، تلاقي الاوسيفيك نيوكليس شكلها متغير، كنا بنسميها زمان افاسكولار نيكروزس بس هي ما هياش افاسكولار نيكروزس، هنتكلم عليها بعد شويه. ايه اسباب الريكرنت ديسلوكيشن؟ نمره 1 و2 و3 و4 و5 ل 10 امبروبر سيرجيكال تكنيك. خلاص عملت دي روتيشن جامد قوي في الفيمر مع بلفيك اوستيوتومي عمل لك اوستيو ديسلوكيشن. ماشي، طيب عيان اتعمل عمليه وخلع بعد العمليه على طول، اوعى تشتغل عليه immediately، سيبه لما يموبيلايز. Don't work on a stiff hip. Don't work on a stiff hip. نسيت اقول لكم البوست اوبراتيف كير بعد ما نشيل الجبس. الحقيقه بعد ما نشيل الجبس في الاوبن ريدكشن اوعى تعمل فيزيوثيرابي، ممنوع انك تعمل فيزيوثيرابي. سيب الطفل لوحده خالص يتحرك تماما لوحده، وهيبقى دايما ستيفن ابدكشن، وشويه شويه هيجت الادكشن رينج اوتوماتيك من غير ما تعملوا اي تمارين ومن غير ما تعملوا اي حاجه. طبعا البايلاترال كيسز بيتاخروا او ياخدوا في فتره اطول في الحركه، لكن اليونيلاترال كيسز بيتحركوا اسرع. لحد فيزيوثيرابي او حد اجريسيف ده بعد شيل الجبس شهرين ولا حاجه، العظم از فيري بروتيك، يعمل له ادكشن اكسرسايزز يجي له سبتروكانتريك فراكشر، وياما 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 ناس شافتها. فاحنا ما بنعملش فيزيوثيرابي خالص. لو عندنا ريزيدوال ديسبليزيا بقى،
الريزيدوال ديسبليزيا دي هتحصل اكتر بعد كلوز ريدكشن، بعد اوبن ريدكشن اونلي وداوت بلفيك اوستيوتومي، لكن نسبتها قليله جدا 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 بعد اوبن ريدكشن مع بلفيك اوستيوتومي. الريزيدوال ديسبليزيا دي انا هتابعها سنه في اثنين في ثلاثه في اربعه، لو كل مدى الطفل بيتحسن والاستابلر ديسبليزيا بتتحسن والاستابلر اندكس بي ال خلاص هكمل. لكن دايما الطفل لو تخطى 5 6 سنين ولسه في ريزيديوال استابلر ديسبليزيا في الاغلب في الاغلب مش هتتصلح. وخد بالك ان في الاغلب دي مش هتتصلح، احنا ما فيش كات اوف بوينت عندها نقول والله ونحلف انها مش هتتصلح فلازم تفولو العيان، لكن هي اكيد مش هتتصلح لو في سبلاكسيشن. لو في سبلاكسيشن مش هتتصلح، لكن لو كونسنتريكلي ريديوست هيد ومفيش اي سبلاكسيشن انت وارد انها تتصلح، عشان كده تفولو اب العيان ويوم ما تلاقيه وصل لبلاتو مش راضي يتصلح خالص ممكن تو انترفين باي بلفيك اوستيوتومي. طب عيان عملناه وعملناه عند سن سنه سنه ونص والولد ماشي هايل 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 والهيب نورمال، ويعني العيانين بيجوا كل سنه يبوسوا ايديك، فجأة تلاقيه قد سبيرت اوف جراف اند ادوليسنس بدأ يدخل في استابلر ديسبليزيا تاني اللي هي ليت ديفلوبينج استابلر ديسبليزيا، ماشي افتر جود ديفلوبينج. عشان كده قلت لك افتكر ان الجود ريموديلنج والريسبونس تو تريتمنت هتحصل في اول 3 سنين عشان في ريت اوف جراف عالي، لكن بعد كده ات ماتيوريتي ممكن يظهر تاني الاسيتابلر ديسبليزيا وبيسموها adolescent astabular dysplasia أو late developing astabular dysplasia. عشان كده مفيش حاجة اسمها عيان DDH احنا تابعنا لحد 5 سنين واطمننا الحمد لله، انت بتتابع to the end of graph by yearly x-ray assessment. ايه قصة بقى البروكسمال فيمورال growth disturbance دي اللي كنا بنسميها قبل كده astabular dysplasia، وليه سوري اللي كنا بنسميها قبل كده افاسكولار نيكروزس، ليه اتغير الاسم؟ لان ما قدرناش في العالم كله لحد دلوقتي نحصل على سبيسمن واحد للحالات دي فيها اي في ان، فالاعتقاد انها اي في ان ما بقتش كونفينسنج. هي بتحصل في حوالي 20 ل 70% من الحالات، واللي يقول انه ما بيشوفش اي في ان او البروكسمال فيمورال growth disturbance يبقى ما بيشتغلش DDH. اوكي ممكن تحصل في التريتد كيسز والتريتد سايتس، وممكن تحصل في الانتريتد او النورمال سايت كمان تلاقي فيه abnormal shape of the proximal femur. ممكن دي يبقى فيه abnormal growth of the capital femoral epiphysis او الفايسس او both. ممكن الهيب تكبر، ودي احيانا بيقولوا سببها الهايبريميا بتاعت العمليه والكاستنج والكلام ده كله. الهايبريميا دي بتعمل استيميليشن اوف جروث فتلاقي حجم الراس كبر. اوكي الحقيقه المشكله العظمى بقى انك لما تشوف طفل صغير عنده مشكله ما تقدرش تعرف لما هيكبر هيبقى شكلها عامل ازاي، وممكن تشوفه ما عندوش مشكله وهو صغير ولما يكبر تلاقي بدات تظهر مشكله في الفيمورال هيد. في اكزامبل الاسباب بتاعتها ايه؟ ممكن فاسكولار ابنورماليتي، ممكن فعلا تبقى اي في ان بس احنا ما عندناش سبيسمن حتى الان يقول في اي في ان. ممكن تبقى نتيجه بريشر، ممكن تبقى نتيجه هايبريميا. خلاص مش معروف ليه بتحصل في الام كونترالاترال هيب، ممكن ابنورمال بوزيشن اند كاستنج للكونترالاترال هيب. دايما لما بنشتغل نعمل اوبن ريدكشن العيان كان ملكب بافلنج او فيلت بافلنج تلاقي الفيمورال هيد مبططه، يعني شوف مع ان العيان يبقى استعمل البافلنج هارنس اول 3 شهور من عمره وما نفعش فبطلناه وعملنا العمليه عند سن سنه تلاقي الهيد لسه فلات. اوكي لما نحط الفيمورال هيد بالعافيه اندر تنشن ده يعمل لي اكتر بروكسيمال فيمورال جروث ديستربنسز. لما احطها في اكستريم بوزيشن اللي هو فروج بوزيشن، احنا الفيكس البوزيشن اللي بنحط فيه الهيب بعد العمليه اسمه هيومن بوزيشن مش فروج بوزيشن، مش ضفدع، ما بعملش ابدكشن 90 ديجري. خلاص فكل الحاجات دي فاكتورز بتزود الانستنس اني اشوف بروكسيمال فيمورال جروث ديستربنسز. في كلاسيفيكيشن كتيره، احنا هناخد الكلاماتشي كلاسيفيكيشن
وهديكوا اكزامبل بس عليه. الهدف مش انك تحفظ الانواع ولا حاجه، الهدف انك تعرف ان الايرلي appearance does not predict later outcome في اغلب الحالات. ممكن يبقى في affection of the epiphysis او lateral part of the physis او central part of the physis او medial part of the physis. طبعا classification سهل جدا. ال affection of the epiphysis يعمل لي small hip, small capital femoral epiphysis بس، يعني hypoplastic capital femoral epiphysis بس. ال affection of the lateral part of the physis تعمل لي coxa valga ماشي. واحيانا يبقى العيان ماشي كويس جدا وما عندوش اي حاجه والفيمورال هيد شغاله كويس قوي، ويجي ادوليسنس يبدا ايه يحصل الكوكسا فالجا دي ماشي. ميزه وعيب. ميزتها ايه؟ ان طول ما العيان جروينج كويس قوي لحد الماتيوريتي الاستابلم از كونفورمينج اند جروينج ويل، عشان كده تلاقي دول يحصلوا ما تلاقيش معاهم استابلر ديسبليزيا قوي خلاص. ليه؟ ليه؟ لان اغلب الوقت كان عند ده العيان مثلا، ده اكزامبل للعيان عملنا له العمليه خلاص وعملنا له بلفيك اوستيوبيوم حاجه جميل، بص وبص الفايسس ولا 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 الهواء والفايسس شغال كويس قوي، وبص الاستابلم جروينج جروينج، بدا هنا يبدا يحصل له ايه الابييرنس اوف كوكسا فالجا، وده المنظر بعد كده. بس الاستابلم مش وحش. ليه؟ لان قعد فتره طويله the head is well centered inside ده استابل. تايب 3 اللي هو سنترال افكشن. سنترال افكشن دي يعني هتمنع لي اللونجيتودينال كروس، يعني هتعمل لي ايه شورت نيك، شورت نيك ماشي. ودي بتحصل بدري وبتسيب اثر على الاستابلم، لان الاستابلم هو الكاونتر بارت او المرايه بتاعت الهيد. شكل الهيد اتغير، شكل الاستابلم هتغير. شكل الهيد راوندد وكونسنتريك، الهيد الاستابلم هيفضل ايه كونكيف و taking the head inside. ده example مثلا العيانة اهي تعملت العملية الدنيا حلوة قوي، فجأة بدأت يظهر ال central affection ده وبدأت يظهر ال shortening of the neck. آخر نوع اللي هو type 4 اللي هو ال medial affection of the physis، وده هيعمل لي ايه coxa vara. ماشي. الـ early appearance does not predict final outcome. أنا لو عايز أديكم مسج للـ proximal femoral growth disturbance هو ده، إن مش مجرد تشوف عيان يا ده حصل مشكلة يا ده في AVN. نو no. بص العيانة دي من زمان قوي عملنا لها open reduction بس من غير osteotomy، سوري كنا عاملين لها osteotomy، الاوستيوتمي سوري لا ما كناش عاملين osteotomy ماشي. وبعد كده بدأ يحصل growth حلو قوي للأستابيلم أهو. لما تبص على الكابيتال فيمورال ايبيفيس ده في افاسكار نكروز، ده عامل زي ما يكون بيرثس ديزيز. يا نهار ابيض ده العيانه دي محتاجه علاج، ده احنا هنعمل عمليه، ده احنا هنعمل تخريم عشان البيرثس ده. هو الواحد بيسمع كلام ليه العجب، العيان ده مش محتاج اي حاجه وذ جراس. بص حصل ايه في الاخر، فيري نورمال هيب. عشان كده الايرلي ابييرنس في البروكسيمال فيمورال جروث ديستربنس داز نوت بريدكت ليتر اور فاينل اوت كام اوف ذيس هيب ماشي. يبقى to finalize the treatment قبل ما ندخل في البلفيك اوستيوتومي، the earlier the treatment the better the result. open reduction combined with pelvic osteotomy have the highest rate of success and the least rate of complication. ان العيان ده بعد ما نعمل له العمليه follow up till maturity، مفيش حاجه اسمها يتابع كام سنه ويختفي، لان ممكن يحصل later adolescent developing astabular dysplasia. هعيد تاني، قبل 6 سنين public harness نفعت في reduction تكمل، ما نفعتش قبل 6 شهور public harness نفعت to induce reduction نفعت تكمل، ما نفعتش توقفها. من 6 شهور لسنه ونص ممكن تعمل closed reduction او open reduction. my preference open reduction capsulotomy and diga osteotomy تتعمل عن سن سنه، يبقى انا هسيب العيان لحد سن السنه واعمل له عمليه. وبعد كده اكتر من سنه ونص يفضل على طول ايه open reduction capsulotomy and diga osteotomy. اوكي ثانك يو. يعني مش عارفين نقول لك ايه يا دكتور هشام، والله يعني كل مره حضرتك الله يخليك
عاجزين عن شكر حضرتك يعني على الإيضاح وعلى السلاسة وعلى البساطة في توصيل المعلومة، وربنا يجزيك خير عننا وعن كل المرضى اللي بيستفيدوا من ورانا من ورا الشرح الله الجميل يكرم. ده لمواضيع يعني فيري كومبلكس بصراحة، وحضرتك بتخليها بسيطة جدا يعني، والناس كلها بتشكر حضرتك على I hope إن الدنيا تبقى بسيطة. لا يعني هي طيب في وقت للبلفيك أوستيوتوميز؟ احنا انا متهيألي احنا ممكن نكمل يعني، طيب الناس أنا موجودة. جاهز. يا باشا كمل يا باشا، احنا ما يعني احنا ما أوكي. بنصدق، احنا مش عارفين ايه اللي هيحصل بكرة. كمل يا باشا، خش يا باشا اتفضل. أوكي. ماشي. البلفيك أوستيوتوميز. البلفيك أوستيوتوميز الانديكيشن بتاعتها ايه؟ زي ما قلنا اول واحد تقول لي عليه على طول اللي احنا لسه قاعدين نتكلم عليه كومبايند وذ اوبن ريدكشن، مع الاوبن ريدكشن هعمل بلفيك اوستيوتومي، او عيان اتعمل له عمليه او اتعمل له كلوزد ريدكشن او اتعمل له بافليك او اتعمل له وات ايفر ميثود اوف تريتمنت للديسلوكيشن وجاي لي دلوقتي بريزيدي ولا استابل ديسبليزيا، الاستابل ديسبليزيا مش هتتحسن وخلاص وقفت على كده والعيان ما هيبدا يحصل له سبلكسيشن ولا حاجه، فلا هنعمل بلفيك اوستيوتومي. او عيان كان ماشي كويس قوي بعد العلاج او الدنيا كويسه قوي وجاله بعد كده ليتر بريزنتنج استابلر ديسبليزيا، او عيان البرايمري بريزنتيشن بتاعه ليك ان عنده استابلر ديسبليزيا، عيان الدنيا كانت ماشيه زي الفل وعمره ما راح لدكتور وعمره ما عمل انترفنشن لهيب وجاي دلوقتي ات ادوليسنس باستابلر ديسبليزيا، وارد جدا لما يجي لك الليت بريزنتنج استابلر ديسبليزيا دي لازم تفرق ما بين حاجتين، العيان ده ماتيور ولا ايه ماتيور، لان ده هيفرق معانا في الاوستيوتومي، لان في الماتيور ما فيش جروث بليتس، في الاماتيور في جروث بليتس ولازم نعمل حسابهم في الاوستيوتومي. نيجي للتوبيك بتاع الليت بريزنتنج استابلر ديسبليزيا، لان ده احنا ما غطيناهوش في الدي دي اتش لما قلنا الدياجنوز، لان دول هيجوا بكومبلينت مختلفه. العيان ده هيشتكي انه لما بيمشي بيجي له بين وبيجي له فتيك، انت ماشي في هيب انستيبل فالكرم فبيحتاج اكسسيف ماسل فورسز واكسسيف ماسل كونتراكشن، ماشي فبيجي له ماسل فتيك فبيجي له بين، ممكن يبقى عنده شير ستريسز على الليبرم وعلى الكبسول فبتعمل لي بين، لو وقف كتير او جري كتير ممكن يجي له بين، وممكن يجي له بين اوف امبنجمنت نتيجه ان حصل له انجري للليبرم فلما بيقعد او بيعمل ادكشن جامد يجي له بين فيبقى عنده ليبرال بين، وممكن تلاقيه اب نورمال جيت وبدا يحصل لمبنج، وفي الحاله دي بنعرف على طول ان بدا يبقى فيه انستابيلتي وبدا يبقى فيه عنده تلندربرج جيت، ولو بايلاترال هيبقى عنده وادلينج جيت. عشان اعمل بلفيك اوستيوتومي ريكونستراكتيف حقيقي ارجع بيه الهيب ده لازم يبقى الهيب ده كونسنتريكالي ريديوست مش ديسلوكيتد ولا سبلكسيتد. حتى لما هعمل البلفيك اوستيوتومي بعد مع العمليه بتاعه الريدكشن لازم اعمله والهيد ريديوست مش هعمله والهيد بره، ماشي يبقى لازم احقق اسفيريكال كونجروانت هيب خلاص، ولازم احقق الاستابلر اندكس يبقى السنتر ايدج انجل لازم تبقى عندي اقل من 20 ده انديكيشن، او الاستابلر اندكس اكتر من 15 او 20 دول انديكيشن ان انا اعمل عمليه بس في سيمتوماتيك بيشنت. يعني انا لو جالي راديولوجي بس اشعه بس فيها استابلر ديسبليزيا في عيان ادوليسنت ولا حاجه والعيان ما بيشتكيش من حاجه خالص، لا بين ولا ليمبنج ولا عنده تلندرمبرجيت ولا اي حاجه، ما اعملوش حاجه، انا هعملها في عيان سيمتوماتيك عنده ليمبنج عنده بين عنده فتيك عنده ابتكتور فتيك عنده مشكله، يبقى لازم العمليه تحل مشكله، لكن ما اعملش عمليه عشان يعالج اشعه، دي رول اعرفها في اي حاجه. انت مش هتعمل عمليه وتعرض عيان لريسك عشان تقول له الله الاشعه حلوه تسلم ايديا، الله ايه الجمال ده، ده الاشعه دي تتحط في كتاب، اوكي بس العيان انفكتد ماشي استفاد ايه؟ كان ماشي طبيعي ما بيشتكيش من حاجه دلوقتي بقى ليمبنج ومش عارف يمشي ولا يتحرك. فدايما اسس الانديكيشن والسكسس ريت اوف يور سيرجيكال انترفنشن بالفانكشن بتاعه العيان مش ادكوسي اوف ذا اكس راي. عشان نشخص عيان عنده ليتر ديفلوبمنت او ليت ديفلوبينج استابلر ديسبليزيا محتاجين اراي اوف radiological pictures ماشي هقولهم وهنقول كل واحده منهم هنستفيد منها ايه، ودي مهمه قوي الكلام ده.
عندنا anteroposterior view عادية خالص supine، بعد كده anteroposterior view standing، وبعد كده anteroposterior view with abduction internal rotation، وفrog lateral وfull profile view أو false profile view، وهنشوفها إيه هي دي. ومن ضمن الحاجات اللي بتفيد جدا جدا الوقت هي CT 3D of the hips. هنشوف كل view هنفتش منه. الانتروبوستيريور فيو هن فيها ايه؟ disturbance of the shuntal line. المفروض الشنتال لاين inferior part of the neck مع الانفيرور border of the superior pubic ramus يبقى عاملين تقريبا continuous C. خلاص لما لقيت disturbed كده interrupt، يبقى في interruption of the shuntal line، اسمه interruption of the shuntal line. يبقى انا عندي هنا this hip is dislocated. وهشوف حاجه ثانيه، الاستابلر اندكس. الاستابلر اندكس هيزه ازاي؟ هاخد لاين الهيلين لاينر لاين في التراي راديت كارتج، ولازم اخده في نفس البوينت في الناحيتين في التراي راديت كارتج. يعني ما ينفعش اخده هنا في السوبيريور بارت اوف ذا تراي راديت كارتج واخده هنا في الانفيرور بارت اوف ذا تراي راديت كارتج، لا. ماشي. والمفروض ان يبقى اقل من 20، لو اكتر من كده شايف ان الناحيه دي فيها استابلر ديسبليزيا اكتر بكتير من الناحيه الثانيه، يبقى في عندي هنا استابلر ديسبليزيا. في انجل ثانيه، سنتر ايدج انجل، نفس الهيلين لاينر لاين وبرسم عليه بيربنديكولار لاين جاي من السنتر اوف ذا هيد، وبرسم لاين ثاني من السنتر اوف ذا هيد للايدج اوف ذا استابلر. شوف الانجل دي، شوف الانجل هنا في النورمال سايد اكتر من 20، السي انجل اكتر من 20، لكن هنا تقريبا زيرو. ماشي. يبقى انا هنا عندي the head is not covered well by the استابلر. يبقى الانتروبوستيريور فيو هشوف فيها interruption of the shuntal line. طيب ايه رايك هنا؟ انت شايف التراي راديت كارتليج كويس؟ انا مش شايفه قوي، الناحيه اليمين غير الناحيه الشمال. طب انا هرسمه ازاي صح؟ خد اي symmetric point on the pelvis واعمل parallel ليها. خلاص، عشان كده لو خدنا هنا border الانفيرور border of the ischium او الانفيرور pubic ramus ورسمنا line ولقيناه parallel، نرسم parallel ليه ماشي في التراي راديت كارتج اللي انا شايفه، يبقى اللاين ده هيفدمني على طول في ان ده الهيلين لاينر لاين صح. واقيس الاستابلر اندكس، شوف هنا قد ايه، اقل من 15 درجه عشان ده عيان كبير شويه، فاحنا في كبير بنبقى اقل من 15، الصغير بيبقى اقل من ايه 20 عشان اقول عليه نورمال، لكن هنا دي هنا حوالي اكتر من 30 درجه. والسنتر ايدج انجل شوف هنا حوالي معديه ال 30 تقريبا، هنا مش ازيد من 3 الى 5 درجات، فهنا uncovered وكمان الشنتال لاين ايه disturbed. طيب ستاندنج فيو هتفيدني في ايه؟ تعرفني الهيد دي ستيبل ولا بتسبلاكس وبتخرج مع الستاندنج. ماشي، فبشوف المسافه بتزيد مع الستاندنج ولا لا. الاشعه دي باينه قوي، في هنا لاند مارك موجوده بالصدفه في الاستابلم، في نقطه كده صغيره موجوده في الاستابلم. لما تشوف هنا العيان سوباين هتلاقي الهيد قريبه منها، اول ما يقف المسافه دي زادت، معنى كده ان بيحصل شويه سبلاكتيشن مع الستاندنج، معنى كده ان في شير ستريسز عاليه جدا، ان الهيد دي مش كونسنتريكلي ريدوست، وانه العيان ده عنده تليندلنبرج وعنده مشاكل كبيره. نعمل فروج لاترال ليه؟ الفروج لاترال هو مش فيو للاستابلم. الفروج لاترال عشان اشوف الفيمورال هيد. ماشي، انا شايفها في الاي بي وعايز اشوفها كمان من الجنب، زي ما صوروا المساجين كده يصوروهم امامي ويصوروهم من الجنب، فانت برضه نفس القصه كده عشان تشوف الفيمورال هيد دي. في الاخر الانتروبوستيريو دايمتر بتاعها زي الفروج لاترال دايمتر بتاعها، يبقى انا عندي راوندد هيد ولا فلاتند هيد، ولا انا بتعامل مع ايه بالظبط. طب الابدكشن انترنال فيو دي فايدتها ايه؟ فايدتها انها بتحط لي الهيد، بتديني الشكل النهائي اللي المفروض تبقى الهيد عليه لما اعمل بلفيك اوستيوبي، وبتبين لي الهيد دي ريديوسبل وريديوست ونازله في الاستابلا ولا لا، ولا هي سبلاكست وفيكست في سبلاكست بوزيشن. يعني بصوا العيان اللي احنا كنا لسه بنتكلم عليه، اول ما عملت abduction internal rotation الشنتال لاين ما بقاش disturbed، يبقى دي spherical congruent hip اقدر اعمل عليه pelvic osteotomy reconstructed pelvic osteotomy زي ما هنتكلم.
اوكي اوعى تتفهم دي، ايه المنظر ده؟ ايه رايكم؟ الهيد دي اول ما حد هيشوفها كده دي ديسلوكيتد، واحد هيحن شويه يقول لك لا يعني شكلها سبلاكسد. ماشي نقيس الاستابلر اندكس، ده الاستابلر اندكس هنا في الناحيه دي احسن من دي، امال دي ايه؟ دي عامله عمليه قبل كده، امال ايه المنظر ده يا جماعه؟ اوعى تتفهم دي، تالت مره اقولها في المحاضرات بتاع دي دي اتش، اعمل انترنال روتيشن خلاص مش هتلاقي المنظر اللي انت شايفه ده خالص، هتلاقي الهيد سيتد انسايد ذا استابلر بس ده انكريس فيمورال انتيفيرشن. ولما تبص بص دايما على الليسر تروكانتال، اول ما تلاقي الليسر تروكانتال ظاهر كده يبقى العيان ده عنده انتيفيرشن وانت مصوره في اكسترنال روتيشن وشايف الهيد مش ان بروفايل، شايفها اند اون ابييرز. فلما تشوف المنظر ده القصه مختلفه خالص. ايه بقى قصه الفولس بروفايل او الفوف بروفايل فيو؟ دي فيو عشان اشوف الانتيريور كفرج اوف ذا استابلر، انا كل الانتروبوستيريور فيو بتوريني اللاترال كفرج اوف ذا استابلر، لكن الفولس بروفايل فيو هتوريني الانتيريور كفرج اوف ذا استابلر عشان ابقى عارف وانا بعمل بلفيك اوستيوتومي انا عايز اكفر لاترال بس ولا عايز اكفر انتيريور بس ولا عايز اكفر انتيريور مع لاترال اكتر، فلازم ابقى عارف انا بعمل ايه. دي بناخدها ازاي؟ لو انا عايز اصور الرايت هيب ماشي، بخلي العيان واقف ديد لاترال خلاص وبيرجع ورا، بيرجع رجليه الشمال وبيرجع ورا وبيروتيت هنا حوالي 65 درجه وانا بصور بالاكس راي كده، ده الهيب الشمال، وعشان اعمل الهيب اليمين بعكس البوزيشن ده، يعني تقريبا الانجل بتاعت الري بتبقى ماشيه على 30 درجه من البادي او ال 25 درجه من البادي، ما هي دي مكمله لل 65. ماشي احفظ الشكل ده ودايما وصفه للفني الاشعه لان هم ما بيعرفوش، سنترز كبيره بس اللي بتعرف. هنشوف ايه الانتيريور كفرج، بص في النورمال هيب هنا شايف الانتيريور كفرج، بنقيس نفس اللي عملناه سنتر ايدج انجل بس في الفولس بروفايل فيو، هناخد من السنتر اوف ذا هيب لاين فيرتيكال، والاشعه دي لازم تعمل العيان ستاندنج، وناخد تاني من السنتر لللاترال ايدج اوف ذا استابلم، شوف هنا ويل كفرد سنتر ايدج انجل محترمه حوالي 45 درجه، هنا بور كفرج والسنتر ايدج انجل اقل من 5 درجات، فمعنى كده ان انا محتاج في العمليه دي لاترال كفرج وكمان انتيريور كفرج. السي تي 3 دي بقى فيري انفورماتيف، بتقدر تبين لي الفيمورال هيد، تقدر تبين لي شكل الاستابلم، وممكن كمان نعمل سبتراكشن للفيمورال هيد ونشوف الاستابلم بالظبط شكله عامل ازاي، وده بيفيدنا في بعض الحالات بشكل كبير. ايه الايم بتاعي؟ ايه الايم بتاعي بعد العمليه دي؟ انا عندي هنا disturbed central line increased استابلر index reduced center edge angle، يبقى انا عايز اريديوس الهيد دي تبقى concentrically inside the استابلر، ارجع central line normal، ازود السنتر ايدج انجل، اقلل الاستابلر اندكس. ده اللي حصل لما عملنا بلفيك اوستيوتومي، شوف الاستابلر اندكس بقى عامل ازاي ماشي، وشوف الشنتو لاين بقى ريديوست، وشوف الاستابلر اندكس السنتر ايدج انجل زاد. يبقى ده الايم، الايم ماشي to normalize the appearance of the hip to achieve good coverage of the femoral head. ايه انواع الاستابلر اوستيوتومي؟ هنعد في ريشيبنج، ريدايركشنال، وشلف خلاص، وممكن واحد يقسمهم لي بطريقه ثانيه يقول لي لا ريكونستراكتيف وسالفج خلاص. ايه الريكونستراكتيف؟ وانا جبت سيرتها في اللي فات ده كله، اللي هي congruity could be achieved، ودي اللي بنأسست بالابدكشن internal rotation view 40 درجه، ونشوف لو الهيد بقت seated inside the استابلم وكونجروينت انا اقدر اعمل ريكونستراكتيف اوستيوتومي. يعني ايه ريكونستراكتيف؟ I'm rebuilding the hip. I'm restoring خلاص the longevity of the hip. ماشي؟ لكن سالفيج I cannot achieve congruent hip. ماشي؟ في بيزكس لاي عشان نعمل بيلفيك اوستيوتومي، في بيزكس هنقولهم. لازم لما تعمل البلفيك اوستيوتومي تبقى الهيد انسايد استابل، ولو عملت البلفيك اوستيوتومي والهيد نوت انسايد
ممكن تصغر حجم الاستابلة، بتيجي ترجع فيه الهيت ما تنفعش، يبقى لازم الهيت تبقى انسايد، لانك انت بتعمل اوبننج للاوستيوتومي، بس الحقيقه اللي بيشكل شكل البلفس او الاستابلم سوري هو الفيمورال هيد. الفيمورال هيد هي المولد، هي المولد بتاع الاستابلم، فانت بتفتح وبتاع، بس اللي بيخليه ياخد شكل التدويره العجينه دي، بتاخد شكل التدويره بتاعه الفيمورال هيد. عشان كده لازم تبقى الهيد انسايد الاستابلم، اوعى تعمل بلفيك اوستيوتومي والهيد اوتسايد الاستابلم. انت عايز تلف الاستابلم ده، كل ما كان الاوستيوتوميس بتاعتك قريبه من الاستابلم كل ما كان الديسبيسمنت اقل، وكل ما كانت الاوستيوتومي بتاعتك بعيده عن الاستابلم كل ما كان الديسبيسمنت ايه اكتر. ماشي. التراي راديتري كارتليج لو مفتوح اوعى تعمل اوستيوتومي اكروس ات، لازم كل الاوستيوتومي بتاعتك بعيده عن التراي راديت كارتليج. ليه هنختار نوع عن نوع؟ variable according to the degree of dysplasia، الكونجروتي بتاعت العيان. لا لو عيان مش قادر احقق فيه كونجروتي مش هعمل له ريكونستراكتيف اوستيوتومي، هعمل له سالفج اوستيوتومي. هنشوفهم. العيان ده ماتيور، العظم بتاعه انشف اقوى، مش هيتصلح بسهوله بسمبل اوستيوتومي، محتاج كومبلكس اوستيوتومي. ماشي. بس في نفس الوقت ما عندوش تراي راديت كارتلج، فانا اقدر امشي بمزاجي واعمل انواع اوستيوتومي ما اقدرش اعملها في اماتيورز. الديجري اوف استابلر ديسبليزيا مايلد ديسبليزيا كده ومحتاجه ديجا اوستيوتومي وخلاص، لا ده سيفير وبتاع، لا ده انا عايز تريبل بلفيك اوستيوتومي، لا ده انا عايز جانز اوستيوتومي، لا ده انا عايز برنيز برنيز تريبل او كوادربل اوستيوتومي. فهنعمل ازاي وهنفهمهم ازاي؟ خلاص نبدا في انواع الاوستيوتوميز كده، احفظ الصوره دي وامشي معايا فيها واحده واحده. لو انا عملت اوستيوتومي في البيوبيك ريمس بس الاستابلم ده هيتحرك؟ نو مش هيتحرك. فلو عملت في السوبيريو بيوبيك ريمس كات مش هيتحرك، لو عملت في الايسكيام كات مش هيتحرك خالص. ماشي. لكن ممكن يتحرك لو عملت ايه؟ إلياك كات، عشان الإسكيم والبيوبس هنا ماسكين في جوينتس وكبسول وليجامنتس، أقدر أحرك الفراجمنت أوف ذا استابلم عليهم. فدي السولتر أوستيوتومي اللي هي النومينات أوستيوتومي أو إلياك بون أوستيوتومي اللي هي الكات هنا سولتر أوستيوتومي. ماشي. الفراجمنت بتاعت الأستابلم دي واحفظ الصورة دي كويس قوي، خلاص ماسكها في إيه؟ ماسكه في ايه؟ في السيكرو سباينس ليجامنت والسيكرو تيوبرس ليجامنت وسيمفسس بيوبس. يبقى الفراجمنت دي اللي هي استابلم اللي هي ذا انفيرور هاف اوف ذا بلفس كله اللي هو ترو بلفس، ماشي، ماسك الفراجمنت دي ماسك فيها سيكرو سباينس ليجامنت سيكرو تيوبرس ليجامنت والسيمفسس بيوبس. لو انا عايز احرر الاستابلم فراجمنت دي تماما افصلها من كل دول، وده اللي هنعمله في كل انواع الاوستيوتوميس الثانيه، كل شويه هنفصلها من حاجه. لكن في السولتر اوستيوتومي كل دول ماسكين في الفراجمنت، عشان كده الروتيشن بتاعت السولتر اوستيوتومي الاستابلر بارت حقيقي ابقى غلطان لما اقول لك تيتس اراوند ذا سيمفسس بيوبس، لا هو مش ماسك بس في السيمفسس بيوبس، ده ماسك في ليجامنتس ثانيه. والروتيشن ده لو عمل تنشن على اي ليجامنت من دول هيتحكم في الدايركشن، عشان كده الاكسس اوف روتيشن اوف ذا سولتر اوستيوتومي ريلي انون. ماشي. لانه بيتحكم في التنشن السيمفسس بيوبس والسيكرو تيوبرس والسيكرو سباينس ليجامنت وكل التيشوز اللي موجوده. السولتر اوستيوتومي من اشهر الاوستيوتوميز اللي على مدى التاريخ في الاستابلر ديسبليزيا. الانديكيشن الحقيقي دلوقتي السولتر اوستيوتوميز قلت في العالم، كنا حاضرين اخر ميتنج بقى الله يرحم الميتنج كانت موجوده كانت في سويسرا عن البلفيك اوستيوتوميز، و يمكن الانديكيشن الوحيده للنوميت اوستيوتومي حاليا هي الاكتوبيا فيزايتا عشان نقفل البلفز تقريبا، ما بقاش حد بيعملها في الاستابلر ديسبليزيا بشكل كبير. وبعد ما نعمل الاوستيوتومي ممكن نحط اللور ليمب في فيجر 4، ده بيعمل تنشن
وبيفتح لي الاوستيوتومي. والحقيقه البوزيشن ده بنستعمله حتى في الاوستيوتومي الثانيه عشان افتح بيه الاوستيوتومي واروتيت بيه الاستابلر الفراجمنت. وبيتحط بناخد حته من الاليا كريست كده بون جرافت وبنحطها وبنثبت بايه؟ بوايرز. عيبه التثبيت بوايرز بيعمل لي ريتروفيرشن اكتر. الفراج ما بتتحركش معايا بسهوله قوي نتيجه التنشن، عشان كده ما ينفعش اعمله في سيفير استابلر ديسبليزيا. سولتر نفسه كان بيعمله حتى في الماتيورز، فممكن يتعمل ما فيش مشكله خالص، بس طبعا الموفمنت بتقل نتيجه الاستيفنس اللي بقى موجود في الليجمنتس وموجود في البيوبيك ريمس، وطبعا ده بيبقى اقل في الاطفال. لكن يمكن الاساس في عيوبه هي الفيكسيشن اللي هو ممكن ما نبقاش محتاجينه في انواع اوستيوتوميس اسهل من كده بكتير. طب واحد جالك قال لك ايه؟ لا يا عم انا عايز ازود الحركه بتاعت الفراجمنت دي. خلاص فانا هعمل اتنين اوستيوتوميس، هعمل النومينت او الياك، وهعمل حاجه تانيه اكثر هنا في البيوبس اللي هم الدبل بلفيك اوستيوتوميس. طب لما هكسر في البيوبس انا هنا هعمل ايه؟ هو كان عايز يحسن نفسه عن السولتر، لان السولتر مفهومه ان احنا بيروتيت اراوند ذا سيمسس بيوبس، فانا لما هكسر هنا هدي حريه اكتر في الحركه. كلامه صحيح، بس الفكره ان المسافه هنا بعيده قوي عن الاستابلم، فلما هتروتيت الاستابلم ده كام درجه بس هتلاقي يحصل اوف اندنج اوف ذا اوستيوت، فمش بيلحق. عشان كده جه بعديه واحد قال انا هعمل تريبل اوستيوتومي، وهعمل التريبل اوستيوتومي ده مش هكسر هنا بقى عشان ما يحصلش ديسبيسمنت كبير، هكسر قريب من الاستابلم، هكسر البيوبيك سوبيريو بيوبيك ريمس والاسكيم مع هنا، فالفراجمنت دي بقت بتتحرك احسن. طب الفراجمنت دي ما زالت ماسكه في ايه؟ في السيكرو سباينس والسيكرو تيوبرس، امال اتحررت من ايه؟ من السيمسيس بيوبس بس. اوكي؟ يبقى السولتر الفراجمنت اللي هتتحرك بتاعت الاستابلا ماسكه في السيكرو تيوبرس سيكرو سباينس السيمسيس بيوبس. لما عملت خلاص انا حررتها من السيمسيس بيوبس بس ستيل اتاتشد للسيكرو سباينس والسيكرو تيوبرس ليجامنت، وبالتالي لسه في حاجات منعه الحركه بتاعتها. خلاص جالك اوستيوتوميس جديد ده بقى زي السولتر، بس من غير ما نوصل ونكسر البوستيريور كولم، من غير ما نوصل للاوستيوتومي بتاعنا للجريتر سياتيك نوتش. البامبرتون، البامبرتون الناس فاكره ان هو لاترال زي كده، اللي هو ان انا الاستابلم اهو فانا بدخل جنبيه كده واروح عامل ده، منظر الاشعه، ده منظر الاشعه، لكن هو الدايركشن بتاعه ماشي كده زي السولتر، راجع لورا راجع لورا راجع لورا، بس بدل ما يخرج في الجريتر سياتيك نوتش يكيرف انفيرور لحد ما يوصل للترايراديت كارتش عشان يروتيت اراوند ذا ترايراديت. كل ما كنت بالكات بتاعتك قريب من الروف اوف ذا استابلم، كل ما الاوستيوتي بتاعك يعمل ريشيبنج، يعني ممكن يصغر حجم الاستابلم. وكل ما كنت بعيد كل ما كان يعمل ايه؟ ري اورينتيشن او ري دايركشنال وما يغيرش شكل الاستابلم. فالبامبرتون اساسا ريشيبنج، ماشي؟ بتمشي هنا عند الانتيريور انفيريور ليك سباين وكيرفد اوستيوتوم وترجع ورا، لما بتعمل الديسبيسمنت ده بيبان لك في الاشعه كانك عامل الهنج بتاعك هو تراير ديت كارتج، بس التراير ديت كارتج مش الاستابلم كده وانت داخل كده، انت داخل ورا الاستابلم، ماشي؟ ده منظر الاشعه اللي ظاهر مش الحقيقه اللي هي بتتعمل. جالك واحد بقى بولندي قال لك احنا هنعمل حاجه اسمها ديجا اوستيوتومي. قال لك ان في مشكله في البامبرتون، ان ممكن الاوستيوتوم بتاعي ده يعور الترايرا ديت كابش فيعمل ارستوجراف، فاحنا مش عايزين نروتيت حواليه، فاحنا هنمشي بالاوستيوتومي بتاعنا، بس بدل ما ننزل كده ورا بالبامبرتون زي البامبرتون، لا انا مش هنزل كده، انا هرجع لورا هنا واقف في الحته دي خلاص، وما اكسرش في الجريتر سياتيك نوتش، وهنج على جريتر سياتيك نوتش. بقى ان احنا نفهم حاجه،
سواء بامبرتون سواء ديجا هم زي السولتر، ستيل الفراجمنت دي ماسكه في السيمسس بيوبس، ماسكه في السيكرو ايلياك، ماسكه في السيكرو تيوبرس ليجامنت او سيكرو سباينس ليجامنت والسيكرو تيوبرس ليجامنت، ماشي. فالفراجمنت دي ليميتد بحاجات كتيره قوي ماسكه فيها، عشان كده هم اكتر ممكن يبقوا ري شيبنج. والديجا اوستيوتومي انت ممكن تلاقي ناس بتعمل ديجا ديجا وتسميها بامبرتون، وناس تعمل بامبرتون وتسميها ديجا، فالدنيا ملخبطه شويه. لكن في بيبرز منشوره في سنه 2020 في الانستراكشن كورس ريكشر او عن الديجا اوستيوتومي، الحقيقه دي احسن وصف للديجا، لان الديجا اصلا اتوصفت باللغه البولندي فمش ما كانتش مترجمه صح. المهم كل ما كنت عايز ريشيبنج يعني عايز تغير شكل الاستابلم وتصغره تعمل الاوستيوتومي انفير، وكل ما كنت عايز ريدايركشنال ابدا بالاوستيوتومي سوبيريور شويه. خلاص اللي هو كده نعمل الاوستيوتومي ونفتحه ونحط ايه في جرافت. هو بياخد الجرافت هنا اتنين مثلثين ويحطهم، لكن احنا قلنا في الاطفال الصغيرين قوي الالياك بون بتبقى فيري ثين، مش هينفع اعمل كده ومش هتبقى ستيبل، فاحنا بناخدهم ونعملهم زي ساندوتش ونحطهم بالعرض ونحطهم شو واقفين بالطول. ده شكل الديجا، ده الاوستيوتومي، وده الطريقه اللي بيتفتح بيها وبيغطي لك بيها الاسيتابيلا الفيمورال هيد. شايف المنظر؟ هي كده بالظبط hinging around the posterior column، ونتيجة اني عامل osteoclesis مش osteotomy من posterior column، ففي elastic recoil، فلما بتحط الجرافت الelastic recoil ما بيخلكش محتاج انك تعمل ايه fixation، بس لازم تعمل casting. فبعض الاطفال الكبار عشان مش عايزين نعمل لهم casting بنعمل fixation عشان ما نعملش ايه casting. ده طفلة مثلا، ده كبيرة كان عندها 8 سنين وعندها استابلر ديسبليزيا، ماشي، وفي بور انتيرور كفرج، فعايزين نعمل ديجا اوستيوتومي. عملنا ديجا اوستيوتومي ثبتناها بسكروز عشان ما نعملش ايه فيكسيشن. بص الهيد بقت ويل سيتد كونجروانت وكفرد. معلش انا ماشي بسرعه عشان احنا اتاخرنا قوي. دي طفله تاني 7 سنين كانت عامله اوبن ريدكشن، واوبن ريدكشن بس من غير ديجا اوستيوتومي او من غير بلفيك اوستيوتومي، فعندها ريزيديوال استابلر ديسبليزيا، فضلنا نتابعها مش براضيه تتحسن خالص، وبدا يحصل ايه سبلاكسيشن وبدا يحصل انستابيليتي، فعملنا ديجا اوستيوتومي وثبتناها باتنين واير عشان ما نعملش كاست، وحتى لو عملنا كاست هنعمله 3 اسابيع بس مش 6 اسابيع. وفيري نايس كفرج اوف ذا فيمورال هيد اند ويل سيتد فيمورال هيد انسايد ذا استابلم افتر جاست ديجا اوستيوتومي. ديجا اوستيوتومي عمليه سهله قوي وعبيطه جدا. دي مثلا حالة تانية وبرضو عملنا لها ديجا اوستيوتومي بس ثبتناها بسكروز لانه سنه كبير. خد بالك انت صعب، ويعني لو قدرت انك تتحاشى الكاست في طفل مثلا عنده 8 او 10 سنين يعني ده انجاز، لانه فعلا الكاست ده عذاب ليه وعذاب للاهل. طب ايه بقى قصة التريبل بلفيك اوستيوتومي؟ انا عايز ريدايركشنال اكتر، عيان كبير عنده استابلر ديسبليزيا عنيفه، عايز اكثر بيوبيك ريمس اسكيم الياك بون، بس هاخد الرجم دي والفها، ماشي، فتديني موبيليتي اكتر. الاكزامبل ده مهم قوي انك تفهم فيه كذا حاجه. الهيد دي في استابلر ديسبليزيا واضحه جدا، خلاص، والهيد حجمها كبير، يعني انا ما اقدرش اقول لك هنا انا هعمل ديجا، لان الديجا ممكن تعمل لي ري شيبنج، فبتصغر حجم الاستابلا مع الحجم الكبير بتاع الهيد دي في الانتروبوستير والفروج لاترال ما تنفعش. يبقى انا هنا ببص في انتيرور ان كفرج محترم جدا، قارن ما بين الكفرج هنا واللي هي الفولس بروفايل فيو والكفرج في الناحيه السليم، فانا عايز اروتيت الاستابلا لاترالي وانتيريورلي، يعني عايز ريشيبنج دي دايركشنال مش ريشيبنج. خلاص بص الفيمورال هيد هنا في الشارع بس حجمها كبير، فلازم الف الاستابلم حواليها مش اصغر حجم الاسيتابلم، ماشي. عشان كده عملنا تريبل بلفيك اوستيوتومي، كسرنا هنا السوبيريور بيوبيك ريمس،
وبنكسر هنا الاسكيم بكسره بنفس الابروتش اللي بعمله في الجانز، بس بدل ما امشي بطريقه الجانز انا هكسره كومبليتلي، ودي هنشوفها في الابروتش بتاع الجانز. وبعد كده بنكسر الاليوم وبنديسبليس وبنروتيت الفراجمنت دي. شايف الكفرج بقى عامل ازاي؟ هنا ده مكسور وده مكسور، ولفينا الفراجمنت بقت كفرنج ذا هيد. وبص الفولس بروفايل فيو تغير تماما وبقت ذا هيد از كومبليتلي كفرد باي ذا استابلم. دول اللي هم الريد دايركشنال والري شيبنج اوستيوتوميز، في الاغلب يستعملوا ك reconstructive when you can achieve congruity. خلاص لو مش هقدر اعمل achieve congruity مش هستعمله. في حاجه اسمها shelf osteotomy، ان انا الهيد مثلا unstable بس ما بترجعش خالص inside the stabilum في عيان كبير، فعايز اعمل shelf، عايز اثبتها بس عشان امنع الانستابيليتي واحسن مشيه العيان شويه. فعندنا كيابي osteotomy او انواع كتيره بقى من الشلف، غير الكياري، ستيلي واصف، كاتري الواصف، سبيتسي واصف، في 20 30 نوع شلف كلهم واحد. الخلاف الوحيد ما بين الكياري والباقيين هنقوله دلوقتي، بس انا عايزك تعرف ان غالبا في الاغلب ما بنستعملهمش في الاستابلر ديسبليزي، بنستعملهم في مواضيع تانية، في بيرتس ديزيز أو حاجة. ولو هستابلر ديسبليزيا قليلين اللي بيستعملوا شبيتزي، يعني هنشوف هنتكلم. بس أساسا الشلف أوستيوتومي أنا حاططهم في المحاضرة دي مش عشان الأستابلر ديسبليزيا، أنا حاططهم عشان بنتكلم in a comprehensive way عن الأستابلر، عن البلفيك أوستيوتوميز in general. فالكياري أوستيوتومي عبارة عن إحنا بنكسر فوق الـ هنا الإلياك، في الإلياك بون، وبنديسبليس كل الديستال فراجمنت دي ميديال عشان اخد الجزء السوبيرو ده اعمله شيلف، ازود الكفرج اوف ذا فيمورال هيد. ده بيستعمل اكتر في البيرثز او كده. والخلاف ما بين اي شيلف اوستيوتومي والكياري ان هنا بنعمل ميديالايزيشن اوف ذا فيمورال هيد، لكن الباقيين بتفضل الفيمورال هيد زي ما هي فما بيحصلش ميديالايزيشن. الميديالايزيشن اللي بتاع الفيمورال هيد ده بيقلل، بيقرب السنتر تو ذا سنتر اوف جرافيتي، فبيقلل لي الفورسز اراوند ذا هيب. يعني خد قطعه من الاليك بون وبحطها فوق الفيمورال هيب، وفي ناس بتقول انها بتعمل فيري جود ديفلوبمنت اوف ذا هيب ان استابلر ديسبليزيا، وبالذات في الليت ديفلوبمنت استابلر ديسبليزيا مش بنعملها في الاستابلر ديسبليزيا بشكل. طيب كده احنا خلصنا البلفيك اوستيوتومي 3 دايركشنال ري شيبنج وكومبايند، وفهمنا الفرق بين السولتر والديجا والبامبرتون، ودول ازاي الفراجمنت بتتحرك وماسك فيها السيكرو تيوبرس والسيكرو سباينس ليجامنت والسيمفيسس بيوبس، وان التريبل اوستيوتومي بيحرر الفراجمنت دي من السيمفيسس بيوبس بس ستيل this استابلر فراجمنت از اتاتشد تو the sacrospinous and sacrotuberous ligament. مش فلسه حركتها ايه؟ limited. عايز حركة اكبر. يبقى لازم افصلها من دول كمان. ماشي؟ سوري التريبل انا نسيت. التريبل بيفصل لي من السيكروتوبرس لكن بيسيب الفراجمنت دي attached للسيكروسباينس ليجمنت. هنشوفها دلوقتي. في ماتيور بيشنت، عيان كبير او سيفير استب، وعايز انا يعني فراجمنت تتحرك معايا زي المهلبيه كده، اعمل ايه؟ هكسر بيوبك، هكسر الاسكيم ده هيحرر لي دي من السيكرو تيوبرس ليجمنت، ستيل تبقى ماسكه في السيكرو سباينس. طب انا ازاي انجح في ان انا اخلص الفراجمنت دي كمان من السيكرو سباينس؟ انا مش عايزها ماسكه في السيكرو سباينس، انا مش عايزها ماسكه في السيكرو سباينس، ماشي، عايزها بقى تبقى كومبليتلي فري. فهنيجي نعمل الاتي، ادينا كسرنا هنا البيوبك وكسرنا هنا الالياك، باقي الفراجمنت اهي ماسكه في السيكرو تيوبرس والسيكرو سباينس. لو انا كسرت بالعرض كده كاني عامل تريبل اوستيوتومي عادي خالص، يبقى انا فصلتها من
السيكو تيوبرس، لكن لسه ماسكه فين؟ في السيكو سباينس. لو انا كسرت هنا ماسكه في السيكو تيوبرس والسيكو سباينس، لو كسرت هنا فصلتها من السيكو تيوبرس بس خليتها ماسكه في السيكو سباينس. بمعنى تاني ايه؟ ايه رايكم لو انا عملت الكات دي والكات دي والكات دي، انا كده سميتها ايه؟ تريبل اوستيوتي، ما هي ثلاثه كاتس بس ستيل الفراجمنت دي ماسكه في السيكو سباينس اهو والسيكو تيوبرس. لو عايز افصلها من السيكو تيوبرس يبقى لازم اكسر التريبل بالطريقه اللي انا شرحتها، اللي هي اكسر في الاسكيم قريب قوي من الاسيتابيلم عشان اعلى عن الانسرشن بتاع السيكرو تيوبرس ليجامنت. هيبقى لي ده ازاي اتخطى ده؟ ازاي بقى افصل كمان الفراجمنت دي من هنا بان انا اكسر في هذا الدايركشن؟ خلاص الاوستيوتمي التريبل اللي فات انا كسرت هنا في دي وفضلت الفراجمنت ماسكه ايه؟ في السيكرو تيوبرس السيكرو سباينس ليجامنت. لكن لو انا عايز كمان افصلها من السيكرو سباينس ليجامنت يبقى انا لازم اكسر في هذا الدايركشن، ده هيديني مور فري موبيليتي. او اعمل حاجه ثانيه، اروح جاي كاسر كده وكاسر كده وطالع هنا، يبقى انا عملت ايه؟ جانز. يبقى الجانز عمل ايه؟ كسر هنا. ما يهمنيش تعرف تعمل جانز بس اعرف الفكره، احنا كسرنا البيوبيك وبدل ما نكسر دي كده ونكسر الإليم وصلنا الاثنين كات دول في بعض مع بعض بس جوه البوستيرير كولم، فانا سبت البوستيرير كولم انتكت واقدر احرك الفراجمنت دي زي ما انا عايزها. عيبه انه بيعدي تراي راديت كارتلج، يعني ما اقدرش اعمله في اماتيور بيشنت فول ستوب. خلاص يبقى انا لو انا قدرت اكسر الكوستيوتمي ده الازرق يبقى انا عملت جانز. طب عايز اعمل بديل جانز ويديني نفس الموبيليتي بتاعت جانز، هكسر إليك وهكسر بيوبيك وهكسر هنا من الإليا واطلع بروكسمال تو دي إليك دي دي اسمه ايه ده دي اسكال سباين ماشي، عشان اوصل لجريتر تاساتيك نوتش. اوكي العمليه اللي فاتت اللي انا شرحتها التريبل كنت انا كاسر هنا ففاصل الفراجمنت دي عن السيكرو تيوبرس ليجمنت. لو انا كسرت في الانفيرور اسكوبيوبيك ريمس اسمها تريبل برضو بس الموبيليتي بتاعتها اقل. ليه؟ لان الفراجمنت دي اتاتش تو ذا سيكرو تيوبرس ليجمنت. يا ريت تبقوا فاهمين الاوستيوتوميز هي ايه هي او ايه الفرق بينهم وبين بعض. اللي واصف الاثنين الاوستيوتومي الصعبين قوي دول اللي هم بيدوني فري موبيليتي وبيفصلوا الفراجمنت كومبليتلي من كل حاجه، هم في بيرد الجروب بتاع جانز واصفين جانز بيري استابلر اوستيوتومي، واصيف كمان اللي هو البيرنيس تايب تريبل بلفيك اوستيوتومي اللي احنا قلنا عليه. فالجانز اوستيوتومي زي ما قلنا هيمشي في البيوبيك، هيمشي في البوستيرو كولم ويطلع هنا في الاسكيم ومعها بيوبيك اوستيوتومي. خلاص لو عملنا بدل ما ناخد الفراجمنت دي في النص الاوستيوبي في النص ده وصلنا الاوستيوتومي ده للجريتر سياتيك نوتش وهنا الالياك اوستيوتومي كومبليت من غير الليمب، ده هيديني نفس الموبيليتي لان فصل لي الفراجمنت بتاعت الاستابلم من السيكرو سباينس ليجامنت، وده بنسميه بيرنييس تايب تريبل بلفيك اوستيوتومي. ليه تريبل؟ عشان هما 3 كاتس. اوكي يعني تريبل انت ممكن الفراجمنت في التريبل تبقى ماسكه في حاجه خالص وممكن تبقى ماسكه في السيكرو سباينس بس زي الطريقه اللي انا وريتها لكم، وممكن تبقى ماسكه في السيكرو سباينس والسيكرو تيوبس لو كسرت في الاسكوبيبو كريمس وما كسرتش في الاسكيم. اوكي ايه الفرق بين ده وده؟ هنعمل دايما التريبل في عيان اماتيور، ممكن نعمل الجانز في عيان ماتيور عشان الليمب ده الاحمر ده يتكروس دي تراي راديت كارتليج. اوكي عشان نشرح تاني، يبقى دي الجانز اوستيوتومي. بنفتح سميث بيترسون ابروتش عادي خالص وبنطلع الريكتس فيمورس
بنقلبها لحد ما نلاقي الكبسول. اول ما الاقي الكبسول بنزل تحت الكبسول بكيرفت اوستيوتوم هو عامله جانز عشان اوصل للاسكيم بون اهي. خلاص ده الاوستيوتوم بتاعه، وبيبقى نوتشت كده عشان يحضن الاسكيم. خلاص وبنكسر، وهو نفسه بياخد الدايركشن ده اهو، شايف؟ ماشي ماشي ماشي، هقف هنا عشان بعد كده عايز اكمل في البوستيرير كولم واكسر لفوق، بعد كده اطلع من الاليا. طب لو انا كملت كده خلاص هعمل ايه؟ فوق هنا هعمل ايه؟ هعمل برنيس تايب تريبل. طيب لو انا كسرت كده ونزلت هنا هعمل التريبل العادي اللي انا وريته لكم قبل شويه، وقلت لكم الطريقه اللي بكسر بيها الاسكيم اللي هي بنفس الاوستيوتوم ده، بنزل تحت الكبسول اوف ذا فيمورال اوف ذا هيب، وبنلاقي الاسكيم وبنكسر فيه. ولما بكسر في الليفل ده انا بفصل الفراجمنت بتاعت الاستام عن السيكروس سوبراس ليجمنت، فبتبقى ماسكه بس في السيكروس سباينس ليجمنت وتدي لي موبيليتي عاليه. الكسر في الجريتر تروكاتيك نوتش مش سهل يا جماعه، وصعب لان في بلاوي معديه في النقطه دي. البيوبيك ريمس بنكسره ممكن باوستيوتوم، ممكن تكسره بمنشار زي ما انت عايز. اهم حاجه في البريوستيوم اللي عليه بيبقى فيري ثيك ولازم يتقطع كويس، واحيانا لو انت عامل اوستيوتومي من غير ما تقطع البريوستيوم الاوستيوتومي ما بيتحركش. بعد ما عملنا الاسكيم، بعد ما عملنا البيوبس، وبعد ما عملنا الالكيم، بنمشي بعد كده في البوستيرو كولمنا وايه ونعمل الاوستيوتومي بتاعنا، ودي بتبقى الاستابلر فراجمنت. البرنيس تايب زي ما اتفقنا ممكن تكسره كده، اهم حاجه ده اللاين اوف اوستيوتومي، ممكن تكسره من ادكتور ابروتش، ممكن تكسره بالطريقه اللي انا قلت لك عليها، مش فارقه، وده برضو هيديك نفس الايفكت. نيجي ناخد اكزامبل، دي كانت بنت 19 سنه وعندها محتاجين نعمل روتيشن كويس قوي ونعمل ري شيبنج ري دايركشن كويس قوي، و19 سنه مش عايزينها ترقد في السرير وعايزين لها بوستيرور كولم يبقى ثابت فتقدر تقعد من ثاني يوم العمليه مش لازم تبقى نايمه. فعملنا لها شنتون لاين ديسربتد ماشي في الفولس بروفايل فيو فيري ديسبلاستيك هيب انتيريرلي، بص الفولس بروفايل فيو في الناحيه الافكتد فيري بس الاشعه مش باينه واضحه. فعملنا العمليه خلاص، عملنا الاول هنا دي الاستابلر كات الاسكال كات اهي، بص اهو ماشي هنا هكسر هنا هوصل لنص المسافه، وادي الاستابلر كات اهي الاسكال كات قصدي. وبعد كده من فوق عملنا اوستيوتومي لجزء من الاليا، وبعد كده ماشيين بالاوستيوتوم لحد ما نلحم الاوستيوتومي بتاع الاليا مع الاسكام. بصوا الاستابلر فراجمنت بتتحرك ازاي، بتتحرك معايا فيري فريلي، اقدر احطها في اي دايركشن، لدرجه ان اكثر حاجه بتضايقهم وبيخافوا منها في الجانز الاوفر كوركشن. عشان كده بعد العمليات بتاعت التريبل زي الحاله اللي فاتت والحالات الجانز وكده لازم نفحص العين والعيان يقدر يجيب فول فلكشن عشان ما بقاش عامل اكسسيف كفرج اوف ذا فيمورال ايه هيد. وبعد كده بنثبتها بسكروز ماشي، شوف الكفرج بقى عامل ازاي اكسلنت، وبص الهيد بقت عامله ازاي والشنتون لاين بقى انتكت ماشي، والهيد بقت كفرد ويل اند سيتد ويل انسايد ذا استابل ماشي، فيري نايس كفرج. دي عيانه ثانيه 13 سنه، العيانه دي فيها حاجه غريبه جدا الشاطر منكم يلاحظها، الهيد هنا ارتكيوليتنج مع ايه؟ مع سودو استابلم، الاستابلم فاضي على فكره. ولما بنعمل ابدكشن ابدكشن الفيو اللي احنا قلنا عليها مهمه قوي عشان تعرف شكل الهيد بعد الاوستيوتومي بتاعك هيبقى عامل ازاي ماشي، واخدين بالكم الهيد از نوت ريديوسد، الشنتون لاين didnt correct didnt restore still interrupted ماشي. الاوستيوتومي اللي انا هعمله هنا انا هعمل تريبل اه او هعمل جانز اه ممكن، لان هنا ما عنديش هعمل جانز خلاص، بس الهيد دي هتفضل لاترالايزد يعني انا هقلب بس السودو استابل لما اغطيها، دي ما اقدرش اقول عليها ريكونستراكتيف اوستيوتومي، ذيس از سالفج خلاص، لان انا ايه ما قدرتش احقق الشرط اللي اقدر اقول عليها انها ريكونستراكتيف، ان ما قدرتش احقق كونجروانت هيب خلاص ماشي. بص فيري انكفرد في الشارع خالص،
بص الاستابلم عامل ازاي، بص الهيد فين، الاستابلم تحت هنا، هي بره الاستابلم اصلا ماشي. فدي عملنا لها جانز اوستيوتومي، وبص افتر كفرج الهيد نزلت حلو قوي كفرد، العين اتحسن جامد جدا، but this not acetabulum، this is not acetabulum خلاص. وبص الهيد هنا lateralized، ليه مش راجعه يا جماعه، هي اصلا مش reduced جوه الاستابلم، it is not congruent from the starts. فمع ان ده جانز اوستيوتومي بس ما اقدرش اقول عليه ريكونستراكتيف، ليه؟ because I couldn't achieve congruity. ارجو ان احنا نكون فاهمين. دي حالة تالتة 32 سنة، أكيد هنعمل فيها جانز طبعا، ده عز جانز هو تلاتة، بس العينة دي بوليو وعندها البوستيرو كولم فيري ثين، مش هقدر أمشي فيه، فدي هعمل لها وعايز موبيليتي عالية جدا. أنت شايف الأستابلم فين؟ ده الهيب في الشارع، ده الهيب، ده أنا عايز سقف، ده أنا عايز سقف عشان الهيب دي تبقى مستريحة تحتيه، دي باراليتيك خلاص، يبقى عايز موبيليتي عالية جدا، يبقى لازم أكسر التريبل اوستيوتومي او البرنيس تايب تريبل اوستيوتومي، اللي هو لازم افصل الفراجمنت دي من الاسكال سيكروسباينس ليجمنت عشان اديها فري موبيليتي. وده اللي احنا بص لما بتعمل انترنال روتيشن شايف الفيمورال هيد عامله ازاي، فهي فيها انتي فيرشن جامد وعملناها وغطيناها، شوف الهيد بقت كفرد ازاي، لازم تبقى الهيد كفرد سقف بيوند ايفن نورمال في العيانين البوليو او الباراليتيك، والا كاني ما عملتش حاجه. دي اخر عيانه متهيألي سنه ومايلو مننجو سيل برضو، ودي برضو عملنا لها الاوستيوتومي، شايف شايف هنا البوستيرو كولم انتكت، العيان ده تقدر تقعده من تاني من تاني يوم بعد العمليه. يبقى البلفيك اوستيوتومي ريكونستراكتيف او سالفيش مش على حسب نوعه، مش السولتر ده ريكونستراكتيف ولا الديجا ده ريكونستراكتيف، لا if you could achieve congruity يبقى انت بتعمل reconstructive osteotomy، you cannot achieve congruity يبقى ما انت ما بتعملش reconstructive osteotomy بتعمل salvage osteotomy. ممكن نقسمهم reshaping و redirection، كل ما كنت قريب للاستابلم اكتر بقيت reshaping، كل ما كنت بعيد تبقى redirectional، كنت ما كنت بتعمل cuts اكتر تريبل انت redirectional اكتر من ريشيبنج، كل ما كانت الفراجمنت دي فاكسد وانت عامل اوستيوتومي واحد وبتحرك الفراجمنت دي كل ما بقى ايه ريشيبنج. كل اوستيوتومي بيدينا فاريبل ديجري اوف كوركشن، والماتوريتي مهمه قوي عشان نحسب الدايركشن بتاعه الكاس بتاعتنا عشان ما نعورش التراي رادييت كارتج. الجانز والبرنيز موديفايد تريبل دي عمليات صعبه قوي قوي وما تدخلهاش الا لو انت experienced وبتقدر تعملها لان مشاكلها كبيره جدا. Thank you so much وطولنا عليكم جدا، احنا بقى لنا ساعتين وثلث الوقت. Thank you، شكرا يا محمد وشكرا لكم جميعا. قدامي انا شايف حضرتك شايفهم هو حد بيقول we do internal or external rotation post operative، مش فاهم هو قصده في الكاست، يعني الكاست احنا بنعمل فلك لا انترنال ولا اكسترنال، وانت لما بتمسك الفيت وتعمل انترنال واكسترنال انت ما بتحركش الهيب، انت عشان تعمل انترنال اكسترنال تروتيت نيز تيك كير. ده لو هو السؤال كده يعني. اوكي طيب if pelvic harness failed during 3 weeks we stop it and wait for 6 weeks for cross reduction. لو انت ناوي تعمل closed reduction صح وعايز تعمله صح go on مع closed reduction، حتى لو العيان اتعمل له البافليك وفيلد بعد شهر اتنين تلاتة اعمل closed reduction لو انت عايز تعمل closed reduction، بس لما تعمله اعمله صح خلاص. لكن حكايه ان انا اتسل العيان طق انا حسيت ان ريديوس الف مبروك جبس وتطلع الاشعه من غير ما نعمل ام ار اي، من غير ما نعمل انترا اوبتيف ارثروجرام، من غير ما نتاكد ان الهيد فعلا رجعه، من غير ما نكزامن بعد 3 شهور ونشوف لسه الليجامنت الكبسول لاكس ولا لا، من غير ما نعمل بري اوبتيف تراكشن لو هو ان ريديوسبل خلاص، كل دي بتزود لنا المشاكل، كل اللي بيتعرض للعيان لمشاكل اكتر،
فهتحسب في الاخر انت ما جنبتش العيان عدد عمليات كتيره ولا حاجه، ده دخلت العيان اندر اناستيزيا بنسبه كبيره، وبتحكم عليه بنسبه 66 ل 85% انه يحتاج بعد كده بلفيك اوستيوتومي ان ذا فيوتشر، ان ذا ان ذا نير فيوتشر مش ليت فيوتشر. فانا مش من انصار خالص ان انا اعمل كلوز ريدكشن، لان ما عنديش تراكشن ميثود محترمه عشان اقدر ادي العيان ذا بيست ريزلتس. ولو حسبت السيكونس اوف ايفنتس في الكلوزد ريدكشن هتلاقي العيان بيتكلف اكتر وبيتحط في جيبس لفترات اطول، وبالتالي الترند في الدنيا دلوقتي ناحيه الاوبر ريدكشن، والناس اللي في العالم بتعمل اوبر ريدكشن اكتر بكتير جدا من الناس اللي بتعمل كلوزد ريدكشن او بتفكر في الكلوزد ريدكشن بنسبه كبيره جدا. وحتى يعني بنحضر مؤتمرات لاقي حد كده بيتريق، يعني انتوا كده بعد كل ده قللتوا الاناستيزيا ريت للعيان؟ الحقيقه لا. تمام يا فندم. طب الفولو اب بتاع البابليك هارنس بيبقى بالاكزامينيشن ولا بالالترا ساوند؟ والعيان بيلبسوا قد ايه؟ الاكزامينيشن والالترا ساوند بوث. الحقيقه انت بتلبس البابليك لحد ما الالفا انجل يبقى 60 اللي هي النورمال، ماشي؟ وكان زمان يقول لك اعمل ويننج، ابدا قلل ساعات اللبس وبتاع. ريسنتلي مفيش اي فرق ما بين الويننج وانك تبطله مره واحده، يعني توقفه مره واحده مش فارق عن الويننج خالص. فوانس ان العيان بقى 60 الفا انجل وكلينيكالي ستيبل نو سبلكسيشن او ديسلوكيشن، وبرضه في الالتراسونوجراف نشوف الهيد از more than half inside the acetabulum، فكل دي indication الهيد ده بقى stable خلاص. تمام. تاخد شويه كل حاجه بتوقفه مره واحده. تمام. في سؤال من الدكتور اسامه عبد الرشيد رئيس قسم العظام في مستشفى النيل. If diagnosed at birth can we apply pelvic harness or wait؟ لا، once ان العيان diagnosed ايه؟ diagnosed ايه؟ DDH عنده subluxable hip. ايوه، ما هو الدي دي اتش ده سبيكترم. اوكي، خلاص. عشان كده قلنا ما نعملش نيونيتال التروسونوجرافي، لان هلاقي 80% من العيانين ممكن يبقى عندهم استابلو ديسبليزيا، خلاص. فانا هعمل ايه؟ عيان كلينيكالي ستيبل خلاص مش هعمل له حاجه، لكن عنده بوست في بارلو او بوست immediately من اول اسبوع مش هتم بالبارنس على طول، فاهم؟ لكن مثلا عيان هاي ريسك عنده فاميلي هيستوري، الاخت الكبيره كان عندها دي دي اتش، كان مولود باسمه ايه ده؟ بيتش، بس نفس الوقت ما عندوش حاجه، ده هعمل له سكريننج عند سن 6 اسابيع بالتراسونوجرافي، واخد بالك؟ اللي هو السيلكتيف سكريننج اللي احنا ماشيين عليه في مصر، سيلكتيف سكريننج وليس يونيفرسال سكريننج عند 6. لكن لو عيان من الاول خالص في اي كلينيكال ساينس اوف انستابيلتي انا هبدا علاجه ايد، ان كل ما بتلاقي كل ما كان احسن. انستابيلتي، خلينا نتكلم على تيرم انستابيلتي مش مجرد كلمه دي دي اتش، لان دي دي اتش قلنا سبيكترم واسع. تمام. طيب طب ننتقل بقى، متهيألي دي اسئله خلصت على البابليك هارنس. بالنسبه للتريتمنت بقى كسيرجيكال تريتمنت، لو حضرتك ده سؤال هيتسال كتير قوي، لو حالات بايلاترال الابروتش اوف ثينكينج بيبقى ازاي؟ الحالات البايلاترال وهنعمل سيرجيكال تريتمنت اوبر ريدكشن كابسولوجرافي اند ديجا اوستيوتومي، بنعمل ناحيه النهارده وبعد اسبوعين بنعمل الناحيه، بنفك الجبس ونعمل الناحيه الثانيه عشان نقلل الفتره اللي العيان هيقعدها توتالي في الكاست. لكن لو انا عملت له ناحيه وقعدته شهرين، بعد ما فكيت الجبس رحت عامل له الناحيه الثانيه وهقعده في الجبس ثاني شهرين، كده انا قعدته حوالي 3 شهور. لكن لو عملت بالبروتوكول اللي بقول عليه ده هتقعده كل الموضوع شهرين ونص وتكون مخلص الناحيتين. مشكلته انه ما ينفعش نعمل الناحيتين مع بعض باي ذا واي، لان بلفيك اوستيوتومي الناحيتين سيمالتينيسلي صعب قوي للعيان. ثانيا انت بتعمل اوستيوتومي في بلفس في الناحيتين، ده لوت اوف بليدنج، عشان انت بتعمل ناحيه بعد اسبوعين بتعيد له السي بي سي بتاعته وبتعمل له الناحيه الثانيه. لو لقيت الانيميك جامد او حاجه بتضطر انك تعمل بلاد ترانسفيوجن في العمليه الثانيه، لكن
ما بتضطرش او ما بنحتاجش احنا اصلا في اليوني لاترال كيس ان احنا نعمل اي بلاد ترانسفيوجن خالص الحمد لله. ولو عملنا الناحيه الاولانيه دايما شغلنا بيبقى اندر هايبوتنسيف انستيزيا عشان نقلل البليدنج، ودايما العيان اللي هيعمل الناحيه ده الافضل ان ياخد ايرن وحاجات كده بوست اوبرتيفلي عشان نحسن السي بي سي بتاعته قبل العمليه الثانيه. وده ريجاردنج ده في كل الاعمار يعني، ده مش هيفرق عمر من عمر، دي البوليسي دي. قصة انت بتجرجرنا القصة. بص اصل دي كونتروفيرشال ايشو جامد قوي، اللي هي ايه يونيلاترال كيسز ممكن تعملها لحد سن كام؟ اب تو اني ايج ماشي، ممكن 9-10 سنين يونيلاترال كيسز ميست او نيجلكتد كيس لحد سن 10 سنين خلع ديسلوكيتد دي دي اتش ممكن تعملها. لكن اليونيلاترال كيسز اكتر في يعني اجريمنت ان اكتر من 8-9 سنين ما يفضلش انك تعملها خالص، وممكن 7 سنين احيانا لو فيري هاي والعيان ماشي كويس. واحيانا تلاقي عيان ماشي كويس جدا وعنده فيري هاي دي دي اتش، بنت تلاقيها ماشيه يعني ولا الهوا. العيان الكبير ده وبايلاترال وسيمتريك وماشي كويس محدش يقرب له. ليه ما حدش يقرب له؟ لانها فيري موبايل وما عندهاش اي ديسابيليتي، والدي دي اتش ما فيهاش هاي انسنس اوف ديفلوبينج اوف اوستيوارثرايتس ليتر ان ذا فيوتشر زي السباستيك هيب. فتسيبها بعد كده ان ذا فيوتشر تعملها توتال هيب لما يجي لها اوستيوارثرايتس وتبقى بينفول. لكن لو انت عملت لها انترفنشن في سن متاخر وهي كانت ماشيه كويس وعندها رينج كويس، لو الهيب ده بقى في اي درجه من الاستيفنس بقى وعادها اوحش مشيها اوحش بقى عندها بين بقت اصعب من الاول. فعشان كده بايلاترال سيمتريك بالهيب ديستوكيشنز البريزنتد ليتلي بعد 8 سنين 9 سنين الافضل انه يتساب. لكن مفيش كات اوف بوينت او سن معين عنده كده اقول لك قبليه تعمل وبعديه ما تعملش، مفيش اجريمنت على كده. تمام يا فندم. طيب بالنسبه للابروتشز في الميديال ابروتش، هل بنعمل سوتشرنج للكبسول بعد ما نعمل كبسولاريفي؟ نو ده انت اللي انت فاتحه ده الميديال تايت كبسول، فلازم تسيبها مفتوحه. لان احنا حتى لما بنعمل انتيرو لاترال ابروتش ماشي، الجزء الانفيرو ده احنا بنفتحه وبنسيبه مفتوح، احنا اللي بنخيطه السوبيريور بارت مش الانفيرو بارت. تمام يا فندم. احنا بس عايزين اوتلاين الحته بتاعت ان الميديال ان 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 حضرتك دلوقتي الاجريمنت ده اللي انا فهمته ان كل الحالات لازم نعمل لها اوبن ريدكشن وبلفيك اوستيوتومي بلس اور ماينس فيمورال شوت. yes. صح كده؟ يس اوكي تمام. عشان في عشان هو تمام. الناس بتسال بالنسبه للالتوناني بوزيتيف وامتى هعمل فيمورال. لو امتى هعمل فيمورال، هعمل فيمورال اوستيوتومي تو ميك ريدكشن وذاوت تنشن. خلاص يبقى البرايمري ايم فور فيمورال اوستيوتومي ايه؟ شورتنينج شورتنينج شورتنينج، حتى مش ديكريز ذا انتي فيرجن. برايمري ايم فور فيمورال اوستيوتومي هو شورتنينج. خلاص تمام. في اعمل فيرس يا جماعه لكن البلفيك اوستيوتومي ده يعني خلاص بقى حاجه كونسنت ان هو لازم يتعمل في كل الحالات مع الاوبن. هو البرايمري باثولوجي فين؟ في الاستابلم. بالظبط. يبقى يوم ما احب ادرس البرايمري باثولوجي ادرس ايه؟ الاستابلم. يعني ما يصحش الاقي حد عامل اوبن ريدكشن وعامل فيمورال اوستيوتومي من غير بلفيك اوستيوتومي، يعني طب ازاي يعني؟ بانهي منطق يعني؟ تمام. في سؤال معلش برضو ده يعني عشان نستريس على النقطه دي، لان احنا شفنا حالات كتير بتتعمل كده. بالنسبه للحالات اللي بتتعمل بكي واير وكلوز ريدكشن، راي حضرتك ايه؟ دي نقطه اللي عمل لازم كلوز ريدكشن ده وكي واير. لا اتاكد ان الهيد دي راجع. طيب اذا كان اول ما يرجع بتخلع لدرجه انه محتاج يحط واي عشان يثبتها، يبقى الهيد دي
smoothly reducible and stable inside the STP. وانس هتشيل الكي واير دي هتنط تاني. ماشي؟ فالحقيقة ده مش كلام. اي حد منكم اي حد يفتح اي كتاب محترم عن الدي دي اتش عمره ما هيلاقي closed reduction وحط واير. مفيش. خلاص؟ فبلاش نعمل حاجة احنا حتى ما عندناش publication عليها. يعني دايما في الطب عموما اوعى تتكلم لا احنا بنعمل كده وكويس. فين البابليكيشن بتاعتك؟ نشرتها فين؟ تحت السلم ولا في مكان محترم؟ ماشي؟ نشرتها في مكان محترم نشوف العالم بيقول عليها ايه، واخد بالك؟ لكن نشرتها في مجلة محدش بيقراها اصلا ومحدش هيشوفها في الدنيا وبتقول انك عامل لا ما ينفعش. طب انت ما نشرتهاش خالص بس الاكسبيرينس بتاعتك بتقول كذا. سوري، this is the least level of evidence، مش مطلوب اني اصدقك. خلاص؟ فما ينفعش ان احنا نصدق نفسنا في حاجه العالم كله ما بيعملهاش. يا اما انت تقنعهم يا اما هم يقنعوك. خلاص؟ وزي ما بقول لك دايما او في الاغلب انت ما بتشوفش الكومبليكيشنز بتاعتك، اللي بيشوفها حد غيرك مش انت. تمام يا فندم. ده معلش كنا نسترس على الحاجات دي عشان احنا كنا شفناها. You wait for هل we wait for ossific center appearance in the x-ray before closed reduction or don't wait we do closed reduction even without the appearance of the ossific center of the hip in the x-ray؟ لا، القصة بتاعت الossific center دي عشان الopen reduction مش عشان closed reduction. عشان كده في الclosed reduction بنعمل MRI عشان اشوف الهيد. القصه بتاعت الاوسيفيك نيوكليس انك ما تعملش اكشن الا لما يظهر الاوسيفيك سنتر، عشان ده بيقلل الانسنس اوف افاسكولار نيكروزيس. الحقيقه ما فيش كونسنس اون ذيس ثيوري خالص، هي كانت هايبوثيسز بس ما حدش قدر حتى الان، وكان المتزعم ليها نيكولاس كلارك في انجلترا بس يعني ما فيش اي بروف فعلا اني لازم استنى للاوسيفيكيشن عشان اعمل اوبن ريدكشن. الكلام عن الاوسيفيكيشن عشان الاوبن ريدكشن وليس الكلوزد ريدكشن. خد بالك البابليك نوع من انواع الكلوزد ريدكشن يعني، فما لا تنطبق. تمام يا فندم. طيب بالنسبه لي انا بشوف اهو، معلش بيه احنا عارفين تعبين حضرتك بس التوبيك ده بصراحه يعني معايا ناس كتير بتشوفه وحضرتك عارف طبعا انا محتاج. لا البوليو يا جماعه مش هقدر بلاوي من ورا عشان كده قاعد اشرح بالتفصيل. البوليو لا البوليو مش لا. يعني اوت اوف ذا توبيك مش هينفع ان احنا انا حاطط بس اكزامبل عشان تفهم الاختيار بتاع الاوستيو بالظبط. طيب بالنسبه لو بوست كاست حصل ستيفنس سيفير ستيفنس، يعني هل حضرتك شفتها كتير؟ ولو هي حصلت ازاي نابروتش؟ بص، بعد الريموفال اوف كاست على طول الهيب دايما بيبقى ابدكتد وفليكسد، لا انت عارف تعمل له اكستنشن ولا انت عارف تعمل له ادكشن، وما تحاولش. وزي ما قلت لك ما تحاولش، سيبه في حاله خالص وهو العيان بيتحرك وبيرستور الموفمنت لوحده تماما. وحتى تقول للاهل كده بعد ما فكنا الجبس سيب الطفل لوحده، عايز يقعد يقعد، عايز يمشي يمشي، عايز يحبي يحبي، مالكيش دعوه بيه. قعد ما يمشيش شهر اتنين تلاته اربعه مالكيش دعوه بيه، سيبيه براحته. ويوم ما هيبدا يمشي هيمشي فاتح رجليه في ابدكشن وعامل اكسترنال روتيشن وشويه شويه بيضمها لوحده. اوعي المطلوب منك حاجه واحده بس، ما يقعش، يعني ما تسيبوش على سرير، ما تسيبوش في اطفال حد يخطر عليه انك لما هيقع ولا يتكسر هتضطر تهم، هتعمل delay of the recovery of the motor function اكتر. برضو لان الهيب بيبقى stiff في abduction، فدايما لما يجوا يقيسوا الرجلين يلاقوا الرجل اللي كان فيها دي دي اتش بقت اطول، ده apparent lengthening مش true lengthening لان الهيب ستيف ان ابدكشن والهيب بتريستور لوحدها. لكن لما تلاقي بقى او الرينج بيريستور لوحده،
لكن لما تلاقي بقى ستيف حجر بتاع، لا ده في انجري انت عملته، حصل انفكشن، انت عملت انجري للكارتليج بشكل وحش خلاص. فلا الاستيفنس كمان ممكن نقابله في حالات اللي هي البوست سيبتيك ديسلوكيشن، مش في الحالات ال دي اتش يعني او ديفلوبمنتال ديسبليزيا اوف ذات. تمام يا فندم. طيب بالنسبه ل هاو كود وي ديل وذ ذا انفيرتد ليبرم بريفنتنج ريدكشن، الانفيرتد ليبرم الانفيرتد ليبرم ده بيبقى اياتروجينيك خلاص، بيبقى بسبب ترايل اوف كلوزد ريدكشن، وانت قاعد تزق الليبرم وتدخله جوه الهيد، تدخله جوه الهيد جوه الاستاب، جوه الاستاب انت قاعد بالهيد قاعد تزق الليبرم وتدخله جوه الاستاب. فدايما الانفيرتد ليبرم از تيراتوجينيك. يعني انا ما قابلتش في حياتي ليبرم مانع ريدكشن، واخد بالك؟ بس بيقال ان ممكن تقابله. لو هيقابلك اوعى تعمل فيه راديال انسيجن، اوعى اكسايز الليبرم جروث بليت. لو وقابلت حاله زي كده قوي يعني هتعمل فيها راديال انسيجن واحد بس وتقلبه باي هوك ولا حاجه عشان ترجع الهيد بس. لكن دايما افتكر ان الترايل اوف باد تكنيك اوف كلوزد ريدكشن ماشي، والفيكسيشن اوف ذا فيمورال هيد فور كلوزد ريدكشن وهي مش هي ريديوس، كل ده هو اللي بيعمل لك المشكله والازمه دي بتاعه الانفيرتد ليب. بس اوعى تكسايز، اوعى تكسايز. تمام يا فندم، انا بشوف كده لو في حاجه ثانيه.